بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. طالما بتتفرج علينا يبقى انت من جمهور الثالثه. طالما انت من جمهور الثالثه يبقى ليك حق علينا جامد جدا. حقك انك تبقى قاعد في البيت وعارف كل الكواليس اللي بتحصل حواليك، تبقى فاهم مين بيعمل ايه ازاي. ركز، هات كوبايه الشاي بتاعتك الحلوه، مخمخ معايا عشان النهارده هنكمل سقسقه. والقصه حلوه بيني وبينك، يعني انا مش هكذب عليك، والتفاصيل والدهاليز حلوه قوي. النهارده عندنا الحلقه فيها كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه. طيب احنا هنتكلم في ايه؟ ايه قصه انتخابات اتحاد الكوره؟ وايه المده بتاعت السنه ولا الاربع سنين؟ ومين بيعمل ايه فين ازاي؟ وجبهاتها ماشيه ازاي؟ يلا بينا نبتدي. ركز معايا عشان الحدوته الخبريه اللي هقولها لحضرتك مكونه من عده اطراف وكلها متداخله. حقي وحقك عليا ان انت تبقى قاعد فاهم الكواليس، ان انت تبقى قاعد فاهم مش بس الكواليس، تبقى فاهم اللي بيتقال على الهوا. ده بيتقال فين؟ ليه بيضرب؟ في انهي حته بيسمع فين؟ وده كذا كذا كذا، وايه اللي بيحصل؟ فركز معايا يا ريس. احنا عندنا لجنه خماسيه. اللجنه الخماسيه ديت جت ليه؟ بعد ما مشي الاتحاد المصري لكره القدم بسبب بطوله الامم الافريقيه. حلو كده؟ عظيم. اللجنه الخماسيه دي جت ازاي؟ جت علشان تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بموافقة من مين؟ بموافقة من الفيفا. عادة مفيش حاجة اسمها لجنة بتقعد سنة أصلا. سنة يعني أنت عندك كارثة، يعني عشان حد يجي يدير لك سنة يبقى أنت عندك كارثة، وإحنا أنت ما عندكش كارثة. فالمفروض في الأصل إن لما بيجي لجنة تيجي ثلاث شهور بتدخلات وقدرات. وهنا ليه إحنا بنتكلم؟ أنا بحكي لك قصة، بحكي لك قصة حقيقية خالية تماما من الآراء. دي قصة حقيقية خالية من الآراء. فعلشان قدرة المهندس هاني بريدة وقوته في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم مع انفانتينو، فبحثوا الموضوع. فالراجل قال له طب بس يعني هي آخرها ثلاث شهور. فقال له احنا عايزينها تدير لمدة سنة. طب ليه تدير لمدة سنة؟ علشان الأولمبياد تحصل، فتخلص الأولمبياد انتخابات جديدة وخلصت الأربع سنين. فده السيناريو. هو حد كان متخيل اللي يحصل كورونا؟ ما كانش حد متخيل. فطب ايه السنه دي هيعملوا ايه في السنه دي؟ دي سنه بحالها هيعملوا ايه؟ طيب قال لك يبقى السنه دي نحط لهم مهام من ضمن المهام ديت، او اهمها يعني ان هم يعملوا لنا اللائحه. تمام يا مستر هاني، تمام يا مستر انفانتينو، يلا بينا يلا بينا. كان في ترشيحات وكان في اسماء، والاسماء دي جت بترشيحات من المهندس هاني بوريدا. عشان بس ايه تبقى حضراتكم معانا في الصوره، اللجنه الخماسيه دي جايه بترشيحات مهندس هاني، يقول حاجه يقولها هو زي ما هو عايز، بس انا عارف انا بقول لحضراتكم ايه. جت الاسماء ديت كلها اسماء محترمه، وكلها انا بقول لك انا مش هقول الاراء، انا بحكي ايه الحدوته. اللجنه الخماسيه جت تدير والدنيا ماشيه كويس، حصل اللي حصل والاولمبياد اتعدلت لمده سنه، فبقى عندك سنه جاب. هو انت مش قلت لنا امبارح في الانفراد بتاع امبارح انه الاتحاد الدولي في اللائحه بتاعته قال لك واتضافت حته ايهما اقرب بتاعه الاولمبياد؟ اه. يعني هو الاتحاد الدولي كان موقفه ايه من موضوع السنه والاربع سنين لو تفتكروا؟ كان موقفه الاربع سنين. طب وزاره الشباب والرياضه كانت بتقول ايه في الاول؟ كانت بتقول سنه. اللجنه الاولمبيه كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول سنه. مش ده اللي انت بتسمعه عندي هنا في البرنامج وده اللي انت بتشوفه؟ ده حقيقي. يبقى الموقف كالتالي: اللجنه الاولمبيه عايزه سنه، وزاره الشباب والرياضه عايزه سنه، الاتحاد الدولي عايز اربع سنين. بطبيعه الحال هيبقى المهندس هاني بوريدا عايز اربع سنين. بطبيعه الحال هيبقى ده المشهد، صح كده؟ طيب لما اترحلت السنه بقى ديت بتاعت الاولمبياد، ايه اللي حصل؟ اللجنه الخماسيه بدات تفكر: طب وانا ما اقعدش ليه وادير؟ اكمل، ما فاضل سنه. مهندس هاني بوريدا بدأ يعيد حساباته تاني. وانا فارق معايا ليه اربع سنين؟ ما هي سنه. انا اصلا كده كده مش فارق معايا، كده كده داخل اخد
منصب داخل الاتحاد الافريقي، رئيس الاتحاد الافريقي، فسنه وهو الراجل مش فارقه معاه، فسنه وتمام. والراجل بيحسبها حسبتين مش حسبه واحده، هو في النهايه يقول لك انا راجل دوله، وطالما الدوله ممثله في وزاره الشباب والرياضه عايزه يبقى لمده سنه علشان تتوافق مع القانون المصري، فانا هدعم. ما هو انت بتتكلم دايما قوه انه يبقى عندك شخصيه مصريه موجوده في الاتحاد الدولي، ان هي تدعم لك الاتجاهات اللي عندك جوه. فقال خلاص مش مشكله، يبقى انا عشان كده انا هعمل كده، يبقى هي سنه، وكمان على كده كمان انا مش فارق معايا اتحاد الكوره دلوقتي، انا عايز الاتحاد الافريقي، وعايز الاتحاد الافريقي هو مش بالضروره اجبار انه يكون موجود، بس علشان ما ينفعش يعني يبقى مش رئيس اتحاد في بلده ويخش يبقى رئيس الاتحاد الافريقي، برضه تبقى غريبه يعني. فالراجل عايز ياخدها بالايه، بالاصول وبالصح، يبقى رئيس اتحاد هنا وبعدين يبقى رئيس الاتحاد الافريقي في الانتخابات، يبقى عنده قدره وقوه يعني بتدعمه ان هو رئيس اتحاد في بلده، ماشي كده. فالعدلة بدأت تتظبط على سنة بالنسبة للمهندس هاني بوريدة. الدولة أو وزارة الشباب والرياضة عايزة سنة، اللجنة الأولمبية عايزة سنة، على ده كده في ثلاثة عايزين سنة، الجهات الأصيلة القوية عايزة سنة. طيب مين اللي مش عايز سنة؟ ما هو سنة الانتخابات دي هتتعمل كده دلوقتي بقى على طول، المفروض اللجنة الخماسية ينتهي عملها. اللجنة الخماسية قالت لك لا، طب ما أنا أقعد شوية، مش عايز أنا أعمل انتخابات دلوقتي. فراح عاملين ايه، بعتوا قالك عشان احنا يعني قدامنا لسه شويه حاجات عايزين نخلصها يعني، فراحوا بعتوا للجنه الاولمبيه المصريه قال لهم صباح الخير، الاتحاد الدولي بعت لنا بيقول ان احنا نعمل جمعيه عموميه، نعمل جمعيه عموميه ولا لا؟ قالوا تعمل جمعيه عموميه ايه؟ الانفراد اللي انا قلته لحضراتكم امبارح، تعمل جمعيه عموميه ايه؟ لا ما ينفعش تعمل جمعيه عموميه عشان انت ما ادتلناش التصنيف. قال له هو انا عشان اعمل جمعيه عموميه لازم اعمل تصنيف؟ ايوه، ما انت هتديها لنا الجمعيه العموميه تبقى مقلصه يعني 95 ازاي وانت ما جبتش التصنيف الجديد بتاع الانديه اللي بناء عليه يبقوا اعضاء جمعيه عموميه، ولا انت هتعملها على القديم؟ لو انت هتعملها على القديم يبقى انت عملت ايه؟ قال له طب ايه المخرج؟ المخرج انك لازم تخلص التصنيف. طب علشان يخلص التصنيف ده معناه ايه بقى؟ اترجمها لك، عشان يخلص التصنيف يبقى يخلص كل المسابقات، يبقى يخلص معايا، يخلص الدوري الممتاز معايا، مركزين ولا ايه؟ يخلص الدوري الممتاز ويخلص كاس مصر ويخلص كل الدوريات التانية. فلما يخلص كل الحاجات دي يبقى هو ضرب له في شهر كام؟ شهر 12 مثلا ولا حاجه، وعبال ما يدعي للجمعيه العموميه وعبال ما يعمل معرفش ايه يبقى دخله في شهر 1. فيقوم يعمل الانتخابات مثلا في شهر 1، هيعملها على ايه؟ على سنه ولا على 6 شهور؟ يعملها على 5 شهور عشان الدوره الاولمبيه هتكون خلصت. هو في مجلس في العالم هيخش حد فيهم يلف في الانتخابات عشان يقعد 5 شهور ولا 6 شهور؟ في حد هيعمل كده؟ محدش هيعمل كده. فاللجنه قالت لك بس يبقى لما نعمل ده احنا هنصغر المده، فالاتحاد الدولي يقول لك ما هو بقى كده يا جماعه مش هينفع، فاحنا همديلكم بقى سنه كامله، وبالصلاه على النبي بقى كده ايه الانتخابات تتعمل بعد الدوره الاولمبيه. يبقى اللجنه قعدت وكملت وتمدلها. قصه كبيره قوي سعادتك، فيلم كبير قوي سعادتك، مصالح كتير قوي سيادتك، كل واحد بيتحرك وفقا للرؤى بتاعته. طيب المشهد هيتقفل على ايه؟ المشهد له قفله، قفلته انه هيبعت، خد بالك اصل اتحاد الكوره كمان لجنه خماسيه بعت الاتحاد الدولي حكيت له القصه برضو بتاعت فيروس كورونا، عطلنا 4 شهور فاحنا ما لحقناش، يعني ادونا 4 شهور غير ال4 شهور بتوع فيروس كورونا. فاللجنه بتتحرك في التمديد، معنى التمديد انه مستحيل يبقى لمده كام شهر، التمديد يعني سنه علشان تتعمل الانتخابات الجديده. امتى بقى؟ بعد الدوره الاولمبيه. يبقى اللجنة الخماسية بتتحرك فين؟ في التمديد علشان تفضل قاعدة الوقت ده لحد السنة. مهندس هاني بوريدة عايز الانتخابات تتعمل بدري بدري عشان يخش الاتحاد الافريقي. وزارة الشباب والرياضة شايفة ان هي سنة. الاتحاد اللجنة الاولمبية شايفة ان هي سنة. المشهد ده بالكامل كده اللي انا بقوله لحضراتكم على بعضه ملوش علاقة خالص خالص بالخناقة اللي موجودة على منصب النائب. ازاي بقى؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ كل الخناقة ديت على السنة وعلى المدة بتاعت ال4 سنين، لكن في خناقة تانية على النائب. ما هي لما تعدلت اللائحة واتبعتت كانت نائب من جوه، كانت نائب من بره، نائب بالانتخابات
فالناس في الاتحاد الدولي قالوا لهم، يعني اتحاد الكوره بعت قالوا احنا عايزين نائب بالانتخابات من بره. انا لسه ما قلتش رايي على فكره في اي حاجه من اللي انا بقولها، انا بس عمال احكي لك القصه عشان انت تبقى عارف مين مع ايه فين ازاي ليه. فلما بعتوا بيقولوا لهم يا جماعه احنا عايزين نائب من بره، قالوا لهم لا الاول نائب من جوه، من جوه الاعضاء. بعد ما قالوا لهم نائب من جوه الاعضاء جت التعديله 2 نواب من جوه الاعضاء. 2 نواب من جوه الاعضاء تضرب في مين؟ ده لما يجي يضرب في مين؟ يضرب في الحاج محمود الشامي، وليها تاويلتين. الحاج محمود الشامي هنا في البرنامج ده قال لك انا لو ما فيش نائب مش داخل، من بره مش داخل. وبالتالي كده ما فيش نائب من بره فكده مش هيدخل. طيب المهندس هاني ابو ريده معاه مين وبيدعمه؟ ها؟ قول معايا. استاذ جمال علام اللي هو كان رئيس الاتحاد عايز يبقى موجود معاه ايه؟ نائب. ده كلام عظيم جدا. فليها تأويلتين، التأويلة الأولانية إنه خرج كده الحاج محمود الشامي من الجيم ومبقاش موجود، وبالتالي هيبقى موجود الأستاذ جمال علام بالتصويت من جوه ومعاه حد تاني. وفي تأويلة تانية إنه اللي اتعمل ده يخدم على الحاج محمود الشامي، ما هو أصل ممكن يخش في الخناقة بتاعت الانتخابات بتاعت النائب يخسرها. فوليه لأ ما نضمهوش معانا؟ فيخش ونبقى على الترابيزه كلنا، ما احناش مختلفين، وانت لو جيت على الترابيزه هتبقى جاي بموافقتي وجاي وانا راضي، فمش هيبقى فيه نزاع، مش هيبقى فيه خناقه. فيبقى موجود الحاج محمود الشامي، يبقى موجود الاستاذ جمال علام، الاثنين نواب بالتصويت. هل انت بتقول نتائج الانتخابات؟ لا، انا بقول لك السيناريوهات اللي هم بيفكروا فيها. انا بقول لحضرتك كل حاجه بتحصل جوه، والتفكير بيبقى عامل ازاي، والناس بتتحرك دلوقتي وبتلف على الجمعية العمومية. ده في الوقت اللي اللجنة الخماسية بتعمل ايه؟ بتطول علشان تقعد لها سنة. طب ده وارد ولا مش وارد؟ لو المهندس هاني بريده مش عايز مش هيحصل، مش هيحصل المد لمدة سنة. ماشي كده؟ دي القصة بالكامل المتعلقة بانتخابات اتحاد الكورة. هل هي القصة كده وخلصت؟ لا، أنا كل يوم هسألكم منها شوية. عندنا تفاصيل كتير قوي باللائحة، باللائحة وبالقانون، وهنتكلم مع حضراتكم في أمور كتير. هنرجع نكمل ده، بس عندي حوار مهم جدا من تونس. أنا معايا سيد سعيد وهبي المتحدث الرسمي لفريق الرجاء المغربي اللي برحب بيه عبر شاشتنا، عبر جمهور التالتة وشاشة اون تايم سبورتس 2. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك ومساء الفل. اهلا وسهلا اخ ابراهيم، مرحبا بك في كازابلانكا، وعلى واسطتك اسلم على جميع الرياضيين في مصر الشقيقة. برحب بحضرتك يا فندم بكل تأكيد. وفي البداية خليني أسأل حضرتك عن استعدادات فريق الرجاء المغربي لاستئناف النشاط والدوري المغربي، كيف هي الأمور تتم بالنسبة لكم؟ فكما يعلم الجميع أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت بصفة رسمية على استئناف النشاط الكروي في المغرب، وهذا في حد ذاته قرار جريء وقرار شجاع، لان كان مع كامل الاسف اما البطوله او شيء اخر. فنحن الحمد لله، وان كان يدل هذا على شيء فيدل على ان المملكه المغربيه في الطريق على الانتصار على هذا الوباء الخبيث. فاستعدادات فريق رجاء الرياضي بدات في الحجر الصحي، فبعد تبين لنا ان غدات الغاء مقابله الاسماعيلي المصري، فتبين لنا ان اعطينا اللاعبين معدات رياضية، أعطيناهم تطبيق الانترنت باش يمكن لهم يدربوا جماعة. فالمكتب المديري والسيد رئيس الجوازيات قبلنا من داكشي اللي خصنا نقوموا به أيامات الحجر الصحي. في يوم 25 يونيو، أي يوم الخميس 25 يونيو، بدينا الاستعدادات ديالنا على طريقة البروتوكول الصحي اللي حطته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. والآن احنا في المرحلة الثانية من تدريبات، تندور مقابلات ودية، قمنا بجوج مقابلات ودية، الفريق يستعد بما فيه الكفاية، لأن كما تتعرفوا الأخ إبراهيم، احنا الفريق العربي الوحيد
الفريق المغربي الوحيد الآن عنده ثلاثة واجهات، واجهة بطولة المغربية، واجهة بطولة إفريقيا للأندية البطلة، وواجهة كأس محمد السادس لكأس العرب. صحيح. طيب خليني أسأل حضرتك بقى، ماذا والحديث هنا عن دوري أبطال إفريقيا، ما هو الموقف المتعلق بالرجاء المغربي من اعتذار الكاميرون عن عدم الاستضافة؟ فهناك مش موقف رسمي، فإن الكاميرون اعتذرت على تنظيم الدورة لدوافع سيادية ودوافع خصوصية لدولة الكاميرون، وهذا أمر نحترم، ونحن نتعامل مع المؤسسات. لحد الساعة الكونفدرالية الإفريقية لم تخبرنا بأي بلد سوف يحتضن هذه الدورة، أي نصف النهائي والنهائي. فإحنا نتعامل يا أخ إبراهيم مع المؤسسات، والمؤسسة الوحصية على كأس إفريقيا أندية البطلة خصوصيا وهي الكونفدرالية الإفريقية. فإحنا عندنا ثقة في الكونفدرالية الإفريقية، لأن مبدأ تكافؤ الفرص هو مبدأ ديمقراطي، هو مبدأ جميع الدول جميع الفرق، فإحنا نثبتوا مبدأ تكافؤ الفرص وتتعينوا الآن شد الكونفدرالية الإفريقية باش تعين البلد اللي غادي يكون عنده الحظ باش يحتضن العرس الكروي المغربي المصري، لأن كيجمعوا واجهات بين جوج فرق عملاقة مصرية، جوج فرق عملاقة مغربية، وهذا في حد ذاته انتصار للكرة المصرية، انتصار للكرة المغربية. وحنا الآن في نهضة كروية سواء في المغرب أو في مصر، فتنظر نبدأ تكافؤ الفرص واللي خص يكون. صحيح. طيب ده هيخليني أسأل حضرتك سؤال مباشر له علاقة بأنه بعد ما اعتذرت الكاميرون لدينا حلين. الحل الأولاني أن مصر تقدمت بطلب للاتحاد الإفريقي لتنظيم هذه الفعاليات السيمي فاينل والفاينل. ما هو الرد الرسمي من الرجاء؟ هل بالنسبة لكم توافقوا على هذا الحل، هذه الأطروحة، أن تقام السيمي فاينل والفاينل في مصر أم لا؟ فأنا الأخ إبراهيم كما قلت لك عندي اتجاه آخر في السؤال في الجواب. اتفضل. أولا نحن هذه الكأس هي منظمة تحت لواء الكونفدرالية الإفريقية. مزبوط. وليس الجامعة ولا الاتحاد المصري. فإحنا بطبيعة الحال عندنا احترام للاتحاد المصري، عندنا احترام للكرة المصرية، عندنا احترام للشعب المصري، وانتم تتعرفوا كاين علاقة حب وود بين الشعب المغربي والمصري. ولكن في هذه اللحظة فإحنا العميل الشريك ديالنا القنال ديالنا هو الاتحاد الافريقي، وتنتسناو الموقف الرسمي ديال الاتحاد الافريقي، انا ذاك نعبروا على الموقف ديالنا. طيب برضو حسأل حضرتك نفس السؤال بس على تونس، ما هو الموقف؟ تونس كانت كم تقدمت بطلب هي الاخرى، ولكن هذا الطلب كان في وقت ما كانت بتتقدم الكاميرون بنفس الطلب، برضو نفس القصة، هل إذا وافق الاتحاد الإفريقي على أن تونس تستضيف هذه الفعاليات ما هو الموقف الرسمي برضو من الرجاء؟ شوف الأخ إبراهيم، أنا لم أتحدث دائما بلغة الخشب، فأنا مع كامل الأسف أكرر جوابي، فريتما ما كاين حتى شي بلاغ رسمي من الكونفدراسيون الأفريقية، ليس هناك أي تعليق رسمي لفريق الرجاء الرياضي، ليس أي تعليق رسمي للمتحدد باسم فريق الرجاء الرياضي. عدنا منظور، عدنا موقف، عدنا تصور، وهذا التصور ان شاء الله غادي نبينوه ملي غتخرج الكونفدراسيه الافريقيه باش تعطي القرار النهائي ديالها. اذا انتم تنتظروا حتى يصدر القرار بشكل رسمي ثم يكون لكم تعقيب. انتم لديكم موقف انتم ترصدونه من وجهه نظركم، ولكن تنتظروا عندما يتم الاعلان لكي تعلنوا انتم كمان عن الموقف الرسمي. الموقف الجوهري ديال فريق الرجاء الرياضي في جميع التظاهرات التي تجريها فريق الرجاء الرياضي، وهو مبدأ تكافؤ الفرص. مبدأ تكافؤ. وأن التعليق ديالي أنه واضح كوضوح الشمس، مبدأ تكافؤ الفرص هذا هو المعادلة التي تعمل بها فريق الرجاء الرياضي مع المؤسسات، مع جميع المنظومة الكروية سواء في المغرب أو خارج المغرب. طيب ده برضو هيخليني يعني دي نقطة للنقاش إذا أردت أن تجيب عليها من فضل حضرتك، أنه الكونفدرالية أيضا تقام في البطولة، الكونفدرالية تقام في المغرب، والمغرب لديها فريقين يشاركوا في هذه الفعاليات. هل هنا تجد أن مبدأ تكافؤ الفرص متواجد بالنسبة للفرق الأخرى التي تشارك في هذه الفعاليات أم لا؟ أتحدث عن بيراميدز المصري، أتحدث عن كوناكري الغيني.
فهذا أولا قرار ديال المكتب المديري للكونفدرالية. فالمكتب المديري للفيدرالية خدا جوج القرارات، خدا قرارات مهمين. أولا الدورة ديال نصف النهائي والنهائي تلعب في بلد واحد، هذا قرار ديال المكتب المديري. قرار ديال المكتب المديري استضاف النهائي ديال الكونفدرالية الإفريقية في المغرب. هذا القرار وافق عليه المكتب المديري. المكتب المديري كان عزل الكاميرون، مع كامل الأسف الكاميرون تعتذر. إذن أنا لست متحدثا باسم الاتحاد الإفريقي ولا بأي منظومة أخرى. فهذا القرار خداه المكتب المديري ديال الاتحاد الإفريقي وعلى الفرق المعنية تعطيب الرأي ديالها. عظيم. أتحول إلى ملف آخر يتعلق باللاعب حميد أحداد. صحيفة الصباح المغربية كانت قد أكدت رغبة اللاعب في البقاء في المغرب والبقاء مع الرجاء، في الوقت اللي فيه السيد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم كان هنا لدي في مداخلة هاتفية رسمية، وقال فيها أنه يرغب في إعادة حميد أحداد مرة أخرى إلى صفوف نادي الزمالك. ما هو الموقف الرسمي؟ وقال هناك مباحثات أو مفاوضات من جانبكم مع نادي الزمالك المصري أم لا؟ الموقف الرسمي لفريق الرجاء الرياضي هو كالتالي. تفضل. أولا اللاعب حميد أحداد هو لاعب معار من فريق الزمالك إلى فريق الرجاء الرياضي حتى 30 يونيو 2020. هذا المعطى الأول. المعطى الثاني، حتى يكون أي التباس في المسائل المادية ففريق الرجاء الرياضي بكل شفافية يعلن رسميا أن حميد أحداد معار لفريق رجاء الرياضي في هذه الفترة حتى 30 جوان 2020 بيقارب 150 ألف دولار. فريق رجاء الرياضي عنده كما نقولوا بالإنجليزية last call، عنده بند تيجعل له يشري اللاعب إذا ما أراد ب 950 ألف دولار. مزبوط. إذن الأرقام الصحيحة، الأرقام الرسمية هي اللي سنقول لك أنا الأخ إبراهيم. ونذكر متفقين نظرا لهذا الوباء الخبيث، فالجامعة الدولية لكرة القدم أعلنت وخدت قرار أن جميع العقود غتمتد إلى نهاية البطولات. هذا قرار ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي شرطوا جميع الاتحادات بما فيها الاتحاد المصري والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. إذن حميد حداد هو موجود مع الرجاء الرياضي بقوة القانون حتى نهاية البطولة المغربية، أي 13/9/2020، 13 سبتمبر. حميد أحداد بقوة القانون وبقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي كما قلت لك علنت عليها جميع الاتحادات، فهو مؤهل لخوض باقي المقابلات القارية بما فيها كأس إفريقيا للأندية البطلة وبما فيها كأس محمد السادس للأندية البطلة أي كأس العرب. إذن هذا موقف ديال فريق الرجاء الرياضي اللي تعاملت معه منطق قانوني، ولكن مش منطق ان كاين حنا عندنا علاقه كويسه كما تقولوا بالمصريه، حنا عندنا علاقه وطيده وعندنا علاقه حميمه مع الزمالك المصري، فحنا غنلعبوا معاهم في نصف النهائي، فغتكون مقابله مهمه ومقابله جميع العرب اللي يشاهدوها. اذا حنا عندنا احترام للفريق المصري فريق الزمالك، ولكن قوة القانون هي هذه، وهذا القانون اللي دارته هي الجامعة الدولية لكرة القدم. هذا هو موقف الرسمي لفريق الرجاء الرياضي، سواء فيما يخص المحطات ديال 13 سبتمبر، المحطات ديال إلى آخره، سواء من ناحية أرقام. طيب ده يخليني زي ما حكم ذكرت، سواء بند الشراء إذا تم تفعيله، هل أنتم ترغبون في تفعيل هذا البند أم لا؟ لم نفعل هذا البند. لم تفعلوا هذا البند. نظرا للضائقة المالية اللي تتعرفها كرة القدم العالمية. الجميع يعرف أن هذا الوباء كورونا أعطى ركود اقتصادي في العالم ما يناهز بين 7 حتى 10% من الدخل القومي. فريق رجاء رياضي كما جميع الفرق في العالم عنده ضائقة مالية، فإذا من مسؤولية المكتب المديري، من احترام مبادئنا، ليس في مقدورتنا أن ننفذ هذا البند نظرا للضائقة المالية اللي هي قوة قاهرة لكما تنقوله بالدارجة المغربية خسرتنا جميع حسابات ديالنا.
طيب ده خليني اسال حضرتك سؤال فيما يتعلق بمشاركه حميد احداد، هل من حق حميد احداد ان يشارك امام نادي الزمالك ام ان هناك بند ما في التعاقد بيمنعه من المشاركه في مواجهات امام الزمالك فريقه؟ بكل اخلاص انا ما اطلعتش بالضبط على هذا البند هذا، فما كانش عندي الفرصه باش نطالع على هذا البند هذا. اما فيما يخص جميع البنود اللي تذكرت عليك فهذا هو القرار الرسمي لفريق الرجاء الرياضي. ففريق الرجاء الرياضي كما قلت لك لاعب حميد حداد هو لاعب حتى نهايه البطوله المغربيه والاستحقاقات القاريه، ونتمنى فريق الرجاء الرياضي يوصل سواء النهايه ديال كاس العرب او النهايه ديال كاس ابطال افريقيا، وهكذا هذا هو الطموح ديال فريق الرجاء الرياضي. سيد سعيد أنا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا على جزيلا، هذه المداخلة التلفزيونية عبر سكايب، وسعداء جدا جدا بيها، وبنتمنى لكم كل توفيق إن شاء الله بإذن الله، وشاكر جدا على كل ردودك الوافية. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وخلص تحياتي. بشكر أستاذ، بشكرك شكرا جزيلا. سيد سعيد وهبي، ومداخلة عبر سكايب مهمة جدا توضح كل التفاصيل التي لها علاقة سواء بحميد أحداد أو حتى كمان موقف الرجاء من استقبال البطولة أو استضافة البطولة سواء في مصر أو حتى في تونس. والراجل قال لك احنا مش يعني احنا عندنا بند كبير قوي، احنا بنتكلم على بند تكافؤ الفرص. أما ما يتعلق بإحنا إيه الموقف الرسمي، قال لا هنستنى لحد ما نشوف هي هتتحرك فين البطولة وفقا للقرار الرسمي للاتحاد الإفريقي. ما يخص حميد أحداد الراجل قال نمتلك التعاقد بتاعه ولن يرحل عن صفوف الفريق إلا بعد ما يشارك لحد 13 سبتمبر، لحد ما يشارك سواء في الاستحقاقات الإفريقية أو حتى كمان في الدوري المغربي. ده الرجل قال هذا الكلام، وقال واستند إلى قوة القانون المتعلقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم. ده كلام واضح وكلام في هذا الشأن ما فيهوش التباس في الموقف. طيب نرجع بقى للموضوع بتاع امبارح، ونرجع للقصة اللي احنا كنا بنتكلم فيها. انا معايا على التليفون الحاج محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمرشح على او الذي كان قد اعلن ترشحه على منصب النائب. حاج محمود اهلا وسهلا بك، مساء الفل. مساء الخير يا ابراهيم، وسعيد يعني بالمداخلات امبارح، سهرتنا بالليل وسمعنا الإعادة تاني يوم، يعني قعدنا نسمع، لأنه الحقيقة أنت بتتكلم في موضوع مهم جدا اللي هو اللائحة أو الدستور المصري اللي هيحكم الكرة المصرية في الفترة اللي جاية، واللي هو اللي كان بسببه اللغط. بقى لنا أكثر من سنة حضرتك تاني مرة تعمل انفراد ممتاز جدا في المرة الأولانية والمرة الثانية، وسبحان الله كان المرة الأولانية كان لابد إن الأول ما يجي الجواب اللي بالاتحاد الدولي يتعرض على الناس كلها بما فيها المجتمع رياضي كله، وناخد راي الناس وناخد راي الخبراء. ان هو الحقيقه يعني الحمد لله ان حضرتك بتقوم بالدور ده دلوقتي، واتمنى ان يكون في بنفس الطريقه اللي بتعرض بيها الاراء كلها والدراسه المستفيده. وبشكر كمان التحقيق والتحقيق كله ان حضرتك القيت الضوء على بعض البنود مهمه جدا، واتمنى برضه في بنود كتيره، يعني هو مش كتيره اصلا، هو من 8 9 بنود مهمين جدا يقدروا يطوروا في الكره المصريه بغض النظر عن موضوع الانتخابات او موضوع اللي هو يتمني دايما الموضوع انتخابات بغض النظر عنه، لكن هو في الاخر انت بتعمل حاجه تطور الكره المصريه سواء من خلال الروابط بحوث سيطره الاجهزه الادارات المحترفه على الادارات المسابقات في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ما هو موقف الحاج محمود الشامي من الترشح في الانتخابات المقبله اذا ما اقرت اللائحه بالبند اللي محطوط فيها انه النواب نائب اول ونائب ثاني يتم اختيارهم من داخل الترابيزه وليس بانتخابات من الخارج؟ اقول لحضرتك من اول ما حضرتك نزلت التسليم الاولاني باللائحه، وكان فيها برضو كانت نائب واحد، ايوه هو اثنين، فاتحركنا مع كمان عموميه، لان انا حقيقه انا ما بتحركش، انا معايا حوالي 25 واحد من الجمعيه العموميه ومن رموز الجمعيه العموميه ومعظم الجمعيه العموميه، وبتشاور معاهم لان انا اعتبر نفسي مرشح للجمعيه العموميه بعد 25 سنه في التواجد مع الجمعيه العموميه اللي موجوده بشكل دلوقتي مركز، وكل واحد فيهم بيمثل محافظه، لكن وراه اكثر من انديه، الدقهليه 8 وراه 20، فانا لما خدت قرار نائب رئيس ما كانش قرار لوحدي، قرار بموافقه الناس، كان في ناس بتقترح عليا ان انزل على منصب الرئيس، لكن احنا قلنا ان الصح في وجود الكابتن هاني
وجود كابتن شوبير هنا، احنا دخلنا نائب، وبعدين كابتن هاني بيتكلم في رؤيه ثانيه ان هو الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي ان في طموحات لدى ان هو يكون رئيس الاتحاد الافريقي. فهنا من هنا حصل النوع اللي هو اللي موجود، لكن في ظل التغيرات الجديده ومحاوله الموضوع هو في شقين. اذا جمعيه العموميه تمكنت من انها تحضر مليون في المية هترفض هذا المبدأ، لأن 95 واحد منهم بنسبة 100% رفضوا أن لازم يكون النائب الرئيس من الخارج وبالانتخاب، وده حق الجمعية العمومية. لأن ببساطة شديدة لو 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 آخر واحد جه في الانتخابات نجح بصوت أو صوتين وعلى الترابيزة وفي أهواء جوه الترابيزة، ممكن الأخير اللي الجمعية العمومية نجح على الآخر ده يبقى هو النائب الأول هو اللي بيدير حالة رئيس النادي رئيس الاتحاد ما كنتش موجود. دي طبعا تبقى يعني سحب من القائمه وغير مقبول يعني. فاعتقد ان في خيار اول ان الجمعيه العموميه تمكن. الجمعيه العموميه لما يتعرض عليها يا ابراهيم اكيد لو رفضت يبقى تأييد ليا، لان انا حسيت ان انا ما اتحركت مع الجمعيه العموميه واتحركوا كلهم في الاجتماعات اللي حصلت كلهم بالكامل منهم من النائب يبقى من بره ماشي، وكان على اتصال بيا. فاذا حصل يعني تم يعني الموضوع لو رفضوا بسرعة. لو رفضوا البند ده في اللائحه ده معناه ان هم عايزين حضرتك تبقى موجود وتترشح من الخارج. من الخارج بالظبط كده. اما اذا تمرر من غير موافقه الجمعيه العموميه دي مشكله تانية بقى. ما اعتقدش ان هو هيتمرر من غير موافقه الجمعيه العموميه. انا هفضل طيب اذا هفضل إذا نائب الخارج ان شاء الله. طب اذا الجمعيه العموميه اتعرض عليها الموضوع وفي النهايه عدته، هتخش الانتخابات ولا لا؟ ما مش ممكن اخش انتخابات، مش ممكن ان مش عايزاني، يبقى مش عايزاني. يعني لكن عايز اقول لو حصل بقى كروته في الجامعه، يعني ايه كروته الموضوع وانت حضرتك يعني عشان كده انا حضرتك انا بلف الجامعه العموميه بوضح لهم. ما انت دلوقتي حضرتك هيبقى عندك رهان على الجامعه العموميه في الوقت بالضبط. اللي فيه برضه هيبقى فيه رهان تاني على الجامعه العموميه تمشي عكس الاتجاه اللي حضرتك عايزه، يعني بالضبط. في 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 كتلتين هيتحركوا في الموضوع ده. ايوه يا فندم. كتله بتحاول انها تمرر الشروط بطريقه معينه، وكتله معينه ان شاء الله بالتحرك مع الناس، مش بتاع النائب الرئيس بس. ابراهيم انا عايز حضرتك بعد اذن حضرتك اللائحه انا يعني بدات اقرا فيها كويس جدا. الروابط بالطريقه الصيغه اللي موجوده ديت هتبقى روابط وهميه، لانها ولا محدده الفتره اللي هتبدا بيها ولا هتبدا امتى. احنا لازم يبدا فورا الموسم ده زي العالم كله، لا يبدا موسم رياضي من غير تشكيل رابطه. لكن ما تبداش انت حضرتك تحط المسابقات، تحط الشروط، تحط كل حاجه، وتقول اجيب الرابطه تعمل ايه، وتوزع الحقوق وتجيب الرابطه تعمل ايه. طب لو حصل ولقيت انه منصب النائب ده خلاص الجمعيه العموميه قالت خلاص اتنين نواب جوه، هل ممكن تغير رايك وتقوم داخل بقى على منصب الرئاسه؟ مش هنزل خالص. يبقى خلاص ده اتفاق ضمني. يبقى انا بعمل اللي عليا. انا عمري الجمعيه العموميه ما خذلتني. انا جبت مره 135 واحد عضو جمعيه عموميه، خدت بال حضرتك لما جبتهم؟ خدت بال حضرتك وقطعوا الكهرباء لو تفتكر كلام من ده، ما فيش واحد. طب ما حسبتهاش الحسبه الثانيه لا يا حاج محمود ان حضرتك ممكن تخش الانتخابات وعلى الترابيزه تبقى نائب اول او نائب ثاني؟ ليه ما حسبتهاش الحسبه ديت؟ انا مش هبقى ولا هبقى نائب اول ولا نائب ثاني، خلاص لو حصل كده انا مش هبقى موجود. فانا انا حضرتك بستمد قوتي كلها الحمد لله بالجمعيه عموميه. انا مش محسوب على حد الحمد لله. انا محسوب على عملي وشغلي واسمي اللي عملته بما يرضي الله، ومش عايز من حاجه منها خالص الا خدمه الحاجه اللي احنا بنحبها حاجه. وحاسس جدا ببعض الجنود اللي المشكله محطوطه، وان مشكلتنا كلها في اللوائح، ان احنا ولا بنفعل تراخيص الانديه ولا بنفعل الروابط. لو فعلنا الروابط تراخيص الانديه مع المشاكل اللي موجوده دلوقتي لغايه دلوقتي ما انتش عارف تحدي جدول دوري ولا عارف تبدا القسم الثاني والثالث، وتخبط شديد، عدم وجود روابط ولا عندك حلول للمشاكل اللي موجوده الماليه والاداريه نتيجه الاجاحه اللي موجوده. فانا لو كمان اللوائح ما اتغيرتش انت مش هتعرف تعمل حاجه، هتبقى الموضوع برضو عشوائي وموضوع كله بيدار بعشوائيه. كمل يا كابتن ابراهيم في اللائحه، كمل في البنود كلها اللي تخدم الكره المصريه بغض النظر عن شروط الترشيح. كل البنود الخاصه بالروابط والتراخيص الانديه بجديه وتتكتب صح، وحقوق الانديه تتكتب صح، وتسويق الحقوق وتوزيع الحقوق ما بين الانديه والاتحاد تتكتب صح بما يرضي الله، عشان يبقى في تطوير للكره المصريه، ونحس بان الفتره اللي حصلت دي والسنه اللي تعطلناها دي نبدا ننطلق منها، لان احنا في صعوبات شديده جدا وفاتوره كبيره جدا جدا ابراهيم بيب بتدفع من الانديه وامتحانات نتيجه التوقف ده. عايزين كلنا نقف عشان نساند الصناعه دي.
الحاج محمود انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكان مهم ان احنا ناخد تعقيب من حضرتك على هذا الشان. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. الحاج محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم السابق واللي اعلن ترشحه على منصب النائب. اذا في الانفراد اللي احنا عرضناه لحضراتكم هذا هو الموقف المتعلق بالرجل، مازال مصر على رايه. اذا الجمعيه العموميه وافقت على الموضوع بتاع النواب ده من الداخل، هو الراجل قال لك لن اترشح وسأبتعد عن هذا المنصب، وبالتالي يبتعد عن الاتحاد المصري لكرة القدم. عندي تصريحات مهمة جدا 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 للسيد وزير الشباب والرياضة، تعالوا نتابعها مع حضراتكم ونشوف الدكتور أشرف صبحي قال إيه النهاردة معانا في الكاميرا الخاصة بجمهور التالتة، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. يلا بينا. كلام الأيام دي في الرياضة المصرية، عودة الدوري خلاص هتبقى بعد العيد مباشرة بفضل الله. الأسباب توتر العلاقة بين الناديين الأهلي والزمالك في الفترة دي اللي لم تشهد في تاريخ الناديين هذا التوتر من وجهة نظرك؟ بص أنا مش محتاجة أن أنا أقول السبب، كل الناس عارفة الأسباب يعني، لكن زي ما بتحصل كل يعني مرة أزمة وإحنا بندخل ونشوف، أكيد المرة دي لازم يعني حلها يكون بطريقة تانية، وإحنا بنشوف إيه اللي ممكن يتحل الأزمة ديت يعني. النادي الأهلي بيطلب دكتور أشرف صبحي بإزالة لافتات نادي الزمالك ببطل القارة، هل ده فعلا خطاب؟ جالنا جواب وأنا حولته للجنة قانونية تدرس الموضوع إيه اللي لينا أدوارنا في ظل قانون الرياضة، وإيه المنوط بيه قانون العام والإجراءات العامة اللي يعني يلجأ إليها، ففي يعني حولته المستشاريني بيدرسوا الموضوع يعني. مصر هتستضيف دوري بعد اعتذار الكاميرون، هنستضيف بطولة دوري الأبطال أفريقيا. أنا وافقت الاتحاد الكورة في الحقيقة، وكمان خدت موافقة دولة رئيس الوزراء، احنا قلنا الاتحاد الكورة احنا موافقين، ابدأ اعمل إجراءاتك يعني ونساعد في هذا الموضوع، ونتواصل مع الاتحاد الأفريقي عشان ندعم كمان وكمان الفكرة. كمان دي تعليماتي المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة ان هو يكون الاستاد على استاد القاهرة يكون على استعداد، هبة الاستعداد، هم عملوا الصيانة وزرع الجزء الصيفي لان الهايبر بيبقى ليه مواصفات الحمد لله دلوقتي في مرحلة النمو، فاحنا بنجهز كل حاجة. اتحاد الكورة بقى بيبدأ هو ياخد خطوات واحنا يعني معاهم يعني. كنت حضرتك من 4 شهور طلبت من حضرتك ازاي هيعود الدوري مره اخرى والنشاط مره اخرى، حضرتك اتكلمت في حاجه مهمه جدا هي الانديه الصغيره وازاي هيبقى هنوفر لهم الدعم. النهارده الانديه بتشكر الدكتور اشرف صبحي على اللي حصل وتوفير الدعم، هل الدوري الممتاز به والدوري الممتاز الدرجه الثالثه هيتم دعمه ايضا زي الدوري الممتاز؟ احنا اولا مع فتره الكورونا دعمنا كل الناس يعني علشان العماله والشغل ده كله، قدامنا يعني الاتحادات واتحاد الكورة في حاجات بنقدر عليها وفي حاجات هو الاتحادات تقوم بيها، فاحنا مع الاتحاد سنة سنة في كل حاجة لغاية لما المنظومة تقوم على رجلها يعني. أخيرا أنت انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم هتبقى سنة خلاص؟ بص احنا يعني كوزارة واحنا مع المضمون ومتعاونين مع يعني مش ضد الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي احنا بنشكره تعاون معانا ومع الاتحاد المصري لكرة القدم انه اعطى سنة الفترة الاولى، جائحة كورونا جت يمكن غيرت في خطة الطريق، هو بعته طبعا جواب للاتحاد الكرة، اتحاد الكرة بيجهز ردوده لهذا الموضوع، بيجهز ردوده على اعتبار انه هو فترة الكورونا اخذت جزء منه. كمان يعني التواصل خليت اللجنة الاولمبية كمان تدرس الموضوع من ناحية يعني التواصل مع اتحاد الكورة، فاحنا مع كل الاحتمالات كوزارة الشباب والرياضة جاهزين يعني ما عندناش حاجة معينة، أي احتمال احنا يعني داعمينه يعني. ده كلام دكتور أشرف صبحي في ملفات كتيرة جدا جدا. بنشكر الزميل العزيز عمرو مختار على إجراء هذا التقرير وهذا الحوار مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. النهاردة كان في واحدة من المباريات الودية المزاعة عندنا هنا على الهواء مباشرة، زي ما بقول لحضراتكم البشاير بدأت واحدة واحدة، طلاع الجيش والمقصة، لقاء انتهى بهدفين دون مقابل لطلائع الجيش. من بقى اللحظة اللي فيها اللعيبة بتدخل أرض الملعب، ما هو احنا عندنا يعني أجواء مختلفة تماما عن الأجواء اللي احنا دي الودية الأولى في مصر المزاع على الهواء مباشرة بعد الكورونا. فريق طلائع الجيش وفريق مصر المقاصة، دي الإجراءات الوقائية والاحترازية
محمد بسام حارس المرمى ولاعبي الفريق تباعا بيدخلوا للاستاد، كل واحد فيهم بيعدي على البوابات الخاصة بطبعا تنفيذ الإجراءات الوقائية، واللعيبة جاية هي حتى كمان لابسين هدومهم على طول علشان ينزلوا في أرض الملعب. لا عدي بقى، هسيب التليفون وعدي اهو. قياس درجة الحرارة محمد ناصف اهو، والمجموعة بالكامل لحد ما حضراتكم هتشوفوا كمان جوه أرض الملعب. ده الجهاز الفني المفروض إن هو بالتجهيزات الجديدة بالتجهيزات المختلفة طبعا. يعني طبعا احنا بنتكلم على ماتشات ودية، أكيد الأمور هتختلف بالشكل اللي احنا شايفينه عن بعد كده في الماتشات الرسمية. طبعا مش هيبقى هو ده الشكل، مش هيبقى بالفتيهات وبالحاجات ديت، أكيد هيبقى فيه شكل برضو إيه منمق ومنسق أكتر من كده، له علاقة طبعا بمسألة التباعد والأمور اللي شبه كده. على فكرة ده الجيم في الملعب معمول طبعا، هو ده الناس كلها بتعمل كده دلوقتي، كلهم بيعملوا في أماكن مفتوحة علشان خاطر ممارسة التدريبات تكون في هواء نقي، دي حاجة. الحاجة تكونش في مكان مغلق يعني، وفي نفس الوقت برضو كل جهاز وجهاز الدنيا بعيدة عنه، وتعقيم الكرات والأعمال اللي ليها علاقة ببداية اللقاء. الأجواء دي بقى خلاص بقت بالنسبة لنا من اللي احنا شفناه في أوروبا بقى معتاد. اللقطات دي لو كنا بنشوفها لأول مرة في أوروبا كنا بنبقى مستغربين، إنما الحقيقة الأمور ماشية هو زي ما احنا ما شايفين في استاد جهاز الرياضة العسكري. وعلى فكرة الكرة اللي حضراتكم شفتوها دي الكرة اللي هيتلعب بيها الدوري، ودي الكرة اللي تسلم منها 50 نسخة لكل نادي من الأندية علشان التدريبات. 1000 كرة احنا حصلنا عليهم، وبالتالي 50 لعب يرش اللعيب كله على بعضه كمان اهو، مش بس الكرة واللعيب كله بيتم تعقيمه. دي ما شفتهاش قبل كده بصراحة، بس ماشي. محمد إبراهيم فرحان، درجة الحرارة 36 عم عدي. وطبعا الجزئية اللي ليها علاقة بالمساحات ديت، يعني اللعيبة عانت منها. ده شبيطة لاعب مصر المقاصة. عايز اقول لكم على حاجة، يمكن أجاييه دلوقتي هو راكب الترند، صلاح امين، مجموعة بالكامل في الاجراءات الوقائية. واللحظات دي مختلفة شوية لان الاول مرة بنشوفها، واحدة من الماتشات الودية. الاجراءات اللي قبل اللقاء بتفرق كتير جدا جدا. ده بقى اللقاء نفسه ومباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة، ده الهدف الأول لطلائع الجيش أحمد سامي من ركلة حرة مباشرة قدام حضراتكم في الدقيقة 9. يا خبر أبيض يا جماعة، يا خبر أبيض يا جماعة، والله العظيم 3 وحشتنا الكورة، وجون حلو والله. عمار حمدي وعمر جمال وان تو، شغل عالي. تالي اللعيبة نفسها افتقدت الأجواء دي زي ما احنا ما افتقدناها. عم عمر قلنا مفيش أحضان يا عم عمر، الله يبارك في صحتك وعافيتك. ها؟ طب احنا معانا على التليفون حكم اللقاء كابتن محمود عاشور، دخل التاريخ. كابتن محمود عاشور أدار أول لقاء ودي في مصر بعد فيروس كورونا. يا كابتن محمود مساء الفل. مساء الفل ابراهيم، انت سعادتك دخلت التاريخ النهارده. انت قاعد تدلع في اللعيبه، ده مفيش حاجه للحكام. اهو حاجه للحكام اهو، ما انا بقول لك دخلت التاريخ اهو. ازيك يا كابتن محمود، عامل ايه؟ طمني عليك وعلى صحتك. تقول له في نعمه يا كابتن ابراهيم، الحمد لله. يا رب دايما. قول لي، والله زي الفل الحمد لله. قول لي شعورك ايه النهارده بقى مع الاجراءات الوقائيه الجديده، مع تحكيم المباراه بعد فيروس كورونا؟ قول لي بقى انطباعاتك ايه. والله طبعا يمكن الواحد الحمد لله مبسوط جدا طبعا، يعني الحمد لله. عارف هي كره حياتنا يعني. صحيح. يعني عارف يعني تلاقي نفسك. ايوه. فالحمد لله رب العالمين. يمكن دي بدايه وبدايه الماتشات، ويمكن الناس كلها كانت مبسوطه، ويمكن الماتش النهارده كان واخد اهتمام، عارف ان هو ماتش ودي بس كانت يعني مذاعه وفي اعلانات، وتحس ان هي مباراه رسميه يعني الحقيقه يعني.
صحيح. ده خليني اسالك عن استعداداتك بقى للقاء، واستعداداتك للعوده نفسها للتحكيم بعد فتره توقف كبيره جدا جدا كانت على مستوى اللعيبه ومستوى كمان الحكام. احنا الحقيقه كنا بنعاني من مشكله كبيره جدا، انت عارف يعني 3 شهور احنا ما فيش مكان نعرف نتمرن فيه، يعني اذا لقيت يعني اذا جريت في الشارع، جريت في مكان مفتوح، اي مكان مفتوح تقدر تجري فيه، فكان يمكن مره في الاسبوع يعني لو انت فاهم بتلاقي مكان. الحاجه الثانيه الرؤيه ما كانتش واضحه، فبرضو انت مش هتقعد تتمرن، فبيجي لك برضو يعني عارف ملل، فبطلت فتره طبعا. مجرد ما الانديه فتحت وبدانا من يوم 25/6 بدانا التمرين، بدانا نستعد، خدنا برامج، يعني كل واحد بقى بيأهل نفسه لغايه بدايه المباريات الوديه. بدات اللجنه يعني توزع طبعا علشان كل ياخد حصيله المباريات، تاخد لياخد المباريات، يختلف طبعا انك يعني تتمرن لوحدك يعني. بس والله شايفك والله شايفك فت، ما انتش زايد يعني. لا والله، ما خلي بالك برضو انت لازم تحافظ على نفسك، ما انت مش لازم يبقى يعني برضو يمكن برضو خلال ال 20 يوم دول انت مظبط اكلك، مظبط حالك، تمرينك، انك تظهر مظهر كويس. طب خسيت قد ايه في ال 20 يوم دول بامانه؟ خسيت قد ايه في ال 20 يوم دول؟ بامانه 4 كيلو. لا ده انت برنس. لا اقسم بالله برنس، برافو عليك. لا الحمد لله، الحمد لله. يعني ما يعني اهتمامك بمظهرك هو ده من شخصيتك ومن كيانك في يعني مظهرك مهم جدا كحكم يعني. صحيح. حتى اللعيبه النهارده بقول لك يا كابتن ما شاء الله عليك، انت فت يعني. الحمد لله. طب الحمد لله يعني من الحاجات المهمه اللي انت بتحافظ عليها. طب اسالك بقى في النقاط الفنيه، انت كحكم الجري في الملعب، حاسس ان انت واخد نفسك كويس؟ ما يعني لا لسه. احنا زينا زي اللعيبه يعني. حتى الراحه اللي احنا كنا بنديها اللي هي الدقيقه ونص، اللي هي في نص الشوط الاول نص الثاني، بالنسبه لنا حتى مهمه تاخد نفسك وتجمع يعني. خلي بالك انت يعني محتاج، بتحتاج لعبت مباريات مختلفه غير تمرينك، فمحتاج ماتش واثنين وثلاثه لغايه ما تبقى تقف على رجلك وتحس ان انت ما عندكش مشكله ومش قلقان، لان خلي بالك برضو انت بتبقى قلقان من سبرنت يحصل لك شد، يحصل حاجه فبتبقى برضو بحذر يعني. يعني عندنا الحكام برضو زي اللعيبه يعني، اللعيبه عشان ترجع لمستوياتها الحكام برضو محتاجه ماتشات وديه برضو كتير علشان خاطر ترجع هي كمان. ديفنتلي ده موضوع مهم جدا، انت بتجري. سلام يا سلام على ديفنتلي، دي حلوه دي عجبتنا. عامل ايه طيب؟ لا لا برضه. لا في كورسات، في كورسات بقى. لا 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 الحمد لله ده من زمان، ما تقلقش يعني خليتنا تحكم علينا ده يعني. صحيح. الحمد لله. يمكن بقول لك انت بتجري من معدل من 9 ل 12 كيلو في المباراه، فانت زي اي لعيب محتاج انك برضه وسبرنتاتك كتير وبتعمل حاجة يعني، في شغل كتير بتعمله، فمهم جدا انك تبقى مستعد. حسيت اللعيبه في الملعب زي قبل الكورونا ولا لسه برضه فنيا؟ والله يمكن لا، والله يمكن مباراه النهارده لا كان في الحقيقه اللعيبه واقفه على رجلها، وعلى الرغم ان هم خلي بالك برضه هم يعني معظمهم لعب شوط ولعب 30 دقيقه 40 دقيقه بس، لا بيأدوا في كوره يعني. يعني لا كان في كوره، الامور مش بعيده قوي. انت فاهم؟ اعتقد يعني الاسبوعين دول 3-4 ماتشات هتلاقي اللعيبه الامور اختلفت يعني. انما كماتش النهارده اقول ان اقول يعني الموضوع كان كويس، ما كانش في حاجه يعني. حتى اللعيبه كانت يعني ككوره ولعب، وانت شفت الاهداف، حتى الجون الثاني بتاع الجيش جون حلو، معمول حلو، جون حلو قوي. جون حلو بصراحه. معمول فيه 1-2 حلو قوي يعني. لا الامور كانت كويسه يعني. عملت المساحات بتاعتك امتى يا كابتن عاشور؟ عملناها اول امبارح، وبلغنا بالنتيجه كانت الساعه 2 الظهر. واتبلغت بيها امتى؟ اتبلغت بالنتيجه امتى؟ الساعة 2 الظهر. النهارده. النهارده. طيب ربنا يا رب يكرم ان شاء الله باذن الله، ويكتب الخير لحكامنا، ويكتب الخير للكره المصريه. اجواء افتقدناها والله، وسعداء جدا جدا ان هي رجعت مره ثانيه. الحمد لله ربنا يكرم كده ويرفع الوباء والبلاد باذن الله عن الكل ان شاء الله، ونرجع زي ما كنا. يا رب اللهم امين. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عاشور، بشكرك شكرا جزيلا، وكل تمنياتنا بالتوفيق لحضرتك. ده جانب مهم جدا برضو، ادينا برضو سمعنا الحكام برضو محتاجين ماتشات وديه، ومحتاجين ان هم يجهزوا. بس والله في شغل يعني، الماتش مش فاضي يعني، واللعيبه ما شاء الله يعني. انا شايف حتى كمان الفرقتين سواء طلائع الجيش لا يعني، ومصر بخص بغض النظر عن الكره اللي جت في الساعه ديت، الا انه يعني لا الفت يعني مش واعيين قوي بدنيا، او مش زايدين قوي في الاوزان بغض النظر عن الكره ديت يعني.
بس ان شاء الله باذن الله الامور تمشي بشكل كويس وترجع تاني الكره المصريه وترجع وترجع تاني نشوف الدوري المصري بتاعنا. تعالوا نشوف لقاءاتنا بعد المباراه بعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. بدانا من عند البوابه واحنا داخلين بالتعقيم وجوه باب الاستاد دخلنا برضو بالتعقيم. اللعيبه لابسه كمامات وعاملين مسافات كويسه بين اللعيبه حتى في اوضه اللبس مسافات كويسه بحيث ان اللعيبه يبقى واخد باله. المساحات اللي احنا بنعملها قبل المباريات دي اهم حاجه، ان انت بتعمل المسحه ديت عشان توصلني يوم المباراه ان انا ابقى سليم، لان بعد كده بيبقى الناس جوه المباراه الناس بتلتحم مع بعض والناس بتبقى قريبه من بعض. هي تجربه بالنسبه لنا تجربه مفيده جدا، اول تجربه لينا بعد فتره راحه كبيره جدا. وطبعا انت شايف يعني الفرقتين نفسهم يعني بيأدوا على فترات جوه المباراه، طبعا اللعيبه بتلعب وهي محمله ودي حاجه كويسه، اللعيبه بتحاول تعمل مجهود وزي ما بقول لك انت بتشوف لعيبتك بقى بالمنظور تحت الضغط دوت هيبقوا عاملين ازاي بعد راحه كبيره، هيبقوا عاملين ازاي. أدوا على فترات معقول وفترات برضو جوه المباراه الناس برضو لسه ما الريتم نفسه ما بقاش زي ما احنا عايزين طبعا، لكن لسه مباريات ان شاء الله مباريات كتيره باذن الله. المباريات اللي جايه الوديه ومعسكر ان شاء الله من يوم السبت 18 ان شاء الله، بحيث ان انت تاخد اللعيبه في حمل بقى وتبدا ترفع بيهم عشان توصل للمرحله اللي انت عايزها قبل ما الدوري يبدا ان شاء الله وتوصل لاحسن فورمه بالنسبه لك. انا بالنسبه لي انا الاربع شهور وبالنسبه للعيبه كلها وبالنسبه للجهاز وبالنسبه للناس احنا كنا ميتين بصراحه. البدايه مش بالنسبه للاربع شهور مش وحشه، يعني احنا بقالنا فتره كبيره جدا جدا ما بعيد عن الكوره، ما فيش تمرين حتى، مش عارفين نروح جيم نتمرن، مش عارفين نتمرن في ملاعب. فان انت ترجع بالشكل ده احنا فنيا شويه اللعيبه، انا قصدي بكلم على اللعيبه ان احنا لسه مش جاهزين بدنيا وفنيا شويه مش قادرين ننفذ لسه كلام الكابتن ايهاب. بس ده راجع ان احنا تعبانين لسه مش قادرين، وكمان احنا بادئين فتره اعداد بقالنا يمكن 10 ايام، الجيش بادئ قبلنا باسبوعين فهم جاهزين عننا شويه. بس كبدايه هي الحمد لله بدايه كويسه، احنا خسرنا النهارده بس تعبانين شويه من التمرين مجهدين مش قادرين لسه ننفذ اللي الكابتن هيبقى عليه. من بدايه ما جينا لحد ما دخلنا الاستاد لا اجراءات عاليه جدا، كل لعيب لوحده بيتعملوا الاجراءات يعني واخدين بالهم من تفاصيل التفاصيل، بيعملوا تفاصيل التفاصيل حتى على الدكه حتى في اوضه اللبس حتى في 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 اوضه اللبس في الحمامات في كل حاجه، لا كل حاجه متعقمه كل حاجه ليها يعني، ودايما عندك رقيب يعني هم دايما موقفين ناس حتى لو في حد بينسى في حاجه لا بيفوقونا تاني. فلا اجراءات كويسه قوي، لو اتعمل كده الدوري ما اعتقدش ابدا ان احنا نصادف ان في لعيب يجي له حاله او اي لعيبه يجي لها حالات او حد من الجهاز، لا بالشكل ده ان شاء الله الدوري يكمل على خير الدور الثاني كله من غير ما حد يحصل له حاجه. الحمد لله الفتره اللي فاتت يعني الواحد كان بيتمرن وكان عامل حسابه ان في اي وقت ممكن الدوري يرجع يبقى جاهز. الفريق كله كان بيتمرن، حتى في فتره التوقف كنا بنتمرن اونلاين وانا كمان كنت بتمرن لوحدي. الحمد لله يعني راجع بشكل كويس، لكن طبعا لسه ما حدش جاهز بنسبه حتى 50%، دي لسه اول تجربه لينا، فبنجهز ماتش مع ماتش مع ماتش، هتلاقي نفسك بتجهز على بدايه الدوري ان شاء الله يكون اللعيبه جهزت بشكل كبير. ما فيش شك ان الماتشات وحشتنا والكره وحشتنا والحياه بتاعتنا الكرويه وحشتنا. انا زي ما قلت لك ان الماتشات هي اللي هتجيب المستوى بتاع اللعيبه، برده الماتش الودي يعتبر تمرينه او تجهيزه للدوري. بالنسبه لي النهارده انا شايف ان انا بذلت مجهود كويس، يعني مرحله كويسه في بدايه مرحله الماتشات الوديه، يعني الواحد بيعمل اللي عليه وفي الاخر ربنا التوفيق من عنده. فالحمد لله النهارده قدرت ان انا احرز الهدف من فاول، فربنا يسهل هكمل تمرين زي ما انا وربنا يسهل ان شاء الله. الحمد لله تجربه جميله جدا، تجربه يمكن بقى لنا اربع شهور او اكتر واقل. الحكام الحمد لله رب العالمين كانوا عند حسن ظننا امبارح زي ما حضرتك اشرت، احنا عملنا المساحات. ان شاء الله في معسكر هيبدا من بكره بلجنه الحكام الرئيسيه كابتن وجيه احمد والدكتور عزب حجاج، ان شاء الله المعسكر هيمتد ل 150 حكم، 30 حكم في الفوج الواحد، هيجروا بكره الحكام المساحات وبناء عليه هيوزعوا على الغرف، وهيكون في معسكر نعمل ابديت للحكام حاجات ذهنيه وفي تمرينات تبقى عمليه وفيديو تيست والموضوع الفار طبعا، ده كل ده شيء مهم جدا. وبالنسبه لحكام القاهره احنا ان شاء الله على اتم الاستعداد لاي حاجه في اي مباراه وجاهزين دايما ان شاء الله. لجنه الحكام الرئيسيه والاتحاد المصري لكره القدم لم يتوانى الحقيقه في اعداد الحكام، على طول احنا عاملين دورات كابتن وجيه والدكتور عزب ومنطقه القاهره عاملين دورات للحكام اونلاين كلها ومتابعين وزن الحكام وتدريبات الحكام
وكان في دورات اونلاين برضو فيديو تيست وتربيه والقانون وكله وكمان من الناحيه البدنيه زي ما انت حضرتك شفت النهارده اعتقد ان انت شفت بنفسك طاقم التحكيم محمود عاشور محمود ابو رجال وهاني خيري على المستوى المطلوب جدا. مش ما تقدرش تقول ان عاشور كان بقاله 4 شهور ما لعبش ولا، ولكنه كان زيه زي كل حكام مصر ان شاء الله كانوا بيتمرنوا تقريبا كل يوم وكانوا على استعداد دائم ان احنا يستنف النشاط في اي وقت. لجنه الحكام الرئيسيه مركزه على موضوع الفي ار بشكل كبير جدا. اعتقد ان الحكام في نصيب الاكبر من المعسكر والشغل اللي في المعسكر هيكون من نصيب الفي ار عشان ان شاء الله نبدا الموسم او نستأنف الموسم بشكل اكثر من رائع ان شاء الله. والله عجبني الجون بتاع عمرو جمال وعمار حمدي الاثنين عاملين ثنائي حلو قوي في الكره اللي فاتت ديت. طيب نروح بقى لاخبار الزمالك وتفاصيل مهمه جدا. خليني اقول لحضراتكم انه حمزه المسلوسي وصل الى القاهره اليوم علشان اتمام التعاقد. وصل الى القاهره اليوم، بقول لحضرتك معلومه مؤكده، حمزه المسلوسي لاعب نادي الزمالك الجديد موجود في مصر وخلص إجراءات تعاقده مع الزمالك وراجع تاني صفقة انتقال حر. الراجل موجود مع نادي الزمالك لمدة 3 سنوات وحينضم للفريق بداية من الموسم الجديد. الزمالك متكتب تماما على وصول اللاعب تماما وحيمضي ويخلص وراجع تاني على بلده علشان يبقى موجود مع الزمالك مع بداية الموسم الجديد يخلص كل قصصه كلها. ما بحبش اتكلم في المقابل المادي لان دايما بقى فيه تفاصيل كتيرة جدا جدا، لكن اللي اقدر اقول لحضراتكم انه خلاص القصة خلصانة بالنسبة للمثلوثي وهو متواجد في مصر. الزمالك بيحدد وديات معسكر برج العرب وسلبية المسحة المتعلقة بفيروس كورونا. آخر مسحة عملها نادي الزمالك، الزمالك عنده 3 ماتشات ودية، سموحة والجيش وبيراميدز، مش كده؟ يوم 19 هيلعب سموحة، يوم 22 هيلعب طلائع الجيش، يوم 23 هيلعب بيراميدز. دي الماتشات الودية بتاعت نادي الزمالك، الماتشات كلها مهمة، واخدين بالكم ازاي؟ والمسحه طبعا زي ما انتم حضراتكم الثالثه سليمه الحمد لله وكلها سلبيه. النهارده واحد من الاخبار اللي تابعتها واكلمكم بامانه وبكل صدق، خبر فارق جدا بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري. ليه خبر فارق؟ لما تشوف الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، ما هو في تعاقدات لا تقل أهمية عن التعاقدات مع صفقات كبيرة، يعني تروح تجيب لعيب جامد قوي فيبقى دي صفقة. فأنت النهاردة لما نادي الاتحاد السكندري من خلال رئيسه المحترم جدا حاج محمد مصلحي يتعاقد مع مين بقى؟ مع شيخ مشايخ، أنا بعتبره كده بصراحة، شيخ مشايخ قطاعات الناشئين في مصر، الراجل اللي من تحت إيده تاخد الذهب، الراجل اللي من تحت ايده امبي طلع مجموعه من اللاعبين المهمين جدا اللي هم موجودين في الدوري المصري. 28 سنه ده رقم بجد. اضاهم الكابتن امام محمدين كان مدير لقطاع الناشئين ومسؤول عن قطاع الناشئين في امبي. قطاع الناشئين في امبي من القطاعات القويه جدا، منجم ذهب، طلع لعيبه الفريق الاول ويبيع، والناس شغالين على القطاع الاستثماري وشغالين بالشكل ده، وانتوا فاكرين وعارفين كويس قوي امبي عمل ايه في الموضوع ده. كابتن امام محمدين مش بس مدير لقطاع الناشئين، عين والعين قلت قوي، العين الحلوه قلت قوي، وطوله البال ما بقتش موجوده زي زمان. فالراجل ده فعلا تقدر تقول عليها صفقه، لما الاتحاد السكندري يعملها تبقى صفقه كبيره. معايا على التليفون كابتن امام محمدين. يا كابتن امام مساء الورد والف مبروك. استاذ ابراهيم تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينك يا حبيبي.
كابتن. الله يبارك فيك وشكر ذوقك. ببارك لحضرتك وبارك لنادي الاتحاد السكندري، واعرف من حضرتك بقى الكواليس حصلت ازاي، ووجود حضرتك في قطاع الناشئين في نادي الاتحاد السكندري، هذا النادي الكبير والعريق، والرؤية هتبقى عاملة ازاي مع نادي الاتحاد؟ هو طبعا الموضوع بدأ باستشارة فنية. الأستاذ محمد مصالح رئيس نادي الاتحاد بيرغب في التغيير، وانه عايز يركز في موضوع قطاعات الناشئين طبقا للحالات الاقتصادية اللي انت شايف اثمان اللعيبة بقت غالية جدا وارقام رهيبة. ناهيك عن الاتحاد للأسف خلال المرحلة السابقة نحتل المراكز الثلاثة في بطولات الجمهورية الأواخر، وطبقا للمستجدات بالنسبة لمسابقات الجمهورية الموسم القادم بقى فيها هبوط وصعود. الاتحاد اسم كبير ونادي تاريخي زي ما حضرتك تعرف. ايوه. فالموضوع بقى باستشارة فنية، احنا عايزين نغيره وعايزين ترشح حد وكده. الحقيقة رشح عدد من الناس اللي للأسف الصوت بيقطع يا كابتن إمام، معلش عايزين حاجة تيجي يمين شوية أو شمال شوية، الشبكة مش أحسن حاجة. كويس. يعني يمين شوية كمان. كابتن إمام. ألو. أيوه كده أنا سامع حضرتك، اتفضل. كان من الطبيعي إن أنا أرشح له حد من الأكفاء يعني. لكن بعد فترة وخلال شهر رمضان اللي فات في جلسة جماعتنا هو أصر إن أنا اللي أبقى موجود. فقلت له صعب عشان أنا لسه في الوظيفة في MBU. وبقالي تاريخ طويل حقيقة وتعرض على مناصب كتير في هذا الشأن. لكن انا بداول النخاع يعني. الحقيقه من شخصيته من برضه يا كابتن ابراهيم انت ساعات بتبقى بتحب تجدد الدوافع شويه. ايوه. وتقول انا لسه قادر على عطاء لبلد زي الاسكندريه ونادي بحجم نادي الاتحاد. فالشيء الطبيعي ان انا رحت واخد القرار واستاذنت اداره انبي الاستاذ زكريا السيد رئيس النادي. الحقيقه احنا في انبي عندنا كوادر كتير جيده تقدر تحل محلي وتقدر تدي نفس العطاء. انا شفت من واجبي ان انا ممكن اخدم نادي الاتحاد في المرحله دي. وان احنا نرجعه بالحاله اللي استحقها نادي الاتحاد يا كابتن. صحيح. كابتن امام كنت بتكلم على انت بتحول التراب ذهب، ده حقيقي يعني، انا مش بجامل حضرتك، احنا كلنا بنشوف اللعيبه اللي طلعت من ام بي واي ليست معروفه وبقت موجوده وليها شان في الدوري المصري. عايز حضرتك يعني من وحي كده الذاكره القريبه، قول لي كده مجموعه من اللعيبه اللي كان السبب في تواجدهم بعد ربنا الكابتن امام محمدين في الدوري المصري. واحنا ابتدينا الحقيقه من 2003 بعمرو زكي واحمد المحمدي. المجموعه اللي تليهم مجموعه كانت قيمه وكبيره جدا، جيل مواليد 87، مهدي سليمان وعامر عامر واحمد درغام والمحمدي وشمامه وصلاح عاشور واسلام عوض فتحي مبروك، كانت مجموعه كبيره. نفس الجيل 89 كان عندنا سته في منتخب الشباب اللي لعب كاس العالم في 2009 يعني كنت تتذكرهم حضرتك، حسام حسن ومصطفى جلال وعلي لطفي. أيوه. وابو جبل. ايوه. برضه شاركنا في كاس عالم 2011 مع الكابتن ضيا في مجموعه محمد صبحي غازي واحمد صبحي وعناصر اخرى ضافت للمنتخب دوت. جيل 93 كان الحقيقه جيل مميز جدا عندنا. يكفي ان فيه لغايه دلوقتي 21 لعيب بيلعب دوري ممتاز. طبعا على راسهم صالح جمعه واحمد رفعت واسامه ابراهيم وكهربا وكهربا العجوز وعبد الله عواد. جيل 95 96 جاب لنا الشامي وجاب لنا عبد الله جمعه عوده اخو صالح. 97 اكرم توفيق صلاح محسن. 98 وما زلنا الحمد لله عندنا بعض الولاد مجموعه مميزه. 99 بتلعب في الفريق الاول وعندنا ثلاث اربع لعيبه بيلعبوا في منتخب الكابتن ربيع ان شاء الله يحالفهم التوفيق في الصعود لكاس العالم ويلعبوا دوره اولمبيه ان شاء الله مستقبلا. اغلى واحد جبته من الاسماء دي جبته بكام ومنين؟ اغلى لاعب فيهم. ايوه. هو الحقيقه لعيب مميز بس ما يعني ما سمعش كتير قوي، هو محمود بزيد. محمود بزيد. لاعب كفر الشيخ. ايوه.
نشارك في المقاصه والمحله ونلعب في الدرجه الاولى. ايوه ما كانش لنا نصيب كبير يتعيد في الدرجه الاولى عندنا، لان كان عندنا جيل قوي جدا مع الكابتن طه بيصر رحمه الله عليه. هو اغلى واحد 300,000 جنيه. 300,000 جنيه. طيب الباقي تراوح بقى اثمانه ما بين 5,000 و10,000 وارقام هزيله شويه يعني. صلاح محسن كنت جايبه بكام يا كابتن امام؟ لا صلاح محسن ما جبناهوش بفلوس، صلاح جه في سن 8 سنين 9 سنين وتربى في النادي من سن 9. وقفشه برضو جالكوا اختبارات ولا كان جاي لكم بفلوس؟ قفشه كنا بنعمل اختبارات في منطقه اسمها القنبره في الجيزه. ودخل اختبارات في مركز شباب اسمه البراجيل. ايوه كان الحقيقه اللي بيشرف على الاختبار ده الكابتن فتحي عماشه. ايوه احدى القيادات الفنيه في نادي انبي، وهو اللي عينه جابته يعني الحقيقه مش انا. كابتن امام الحمد لله ان احنا عملنا زخم كبير قوي يا كابتن ابراهيم، قوي 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 ما شاء الله عليك. ساعدنا قوي ان احنا يعني وفرنا الانبي موارد ماليه كبيره جدا تعدت ال 200 مليون جنيه. ناهيك ان احنا بقينا شريك فاعل في المنتخبات المصريه، ودي الوسام الاعلى لينا، لان كلنا بنبقى بنتمنى نلعب ونلبس تيشيرت منتخب مصر. فانا النهارده حاسس ان انا لعبت في منتخب مصر ب 20 30 40 لعيب يعني الحمد لله. صحيح ده حاجة عظيمة جدا جدا المشاركة بالأسماء ديت في المنتخبات الوطنية. حاجة بتقول كمان المكسب المادي 200 مليون جنيه. تخطى الرقم ده. تخطى الرقم ده. حقيقة ده 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 نجاح ما بعده نجاح لحضرتك والمنظومة إمبي، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله المنظومة المحترمة اللي حضرتك بتنضم لها دلوقتي منظومة الاتحاد السكندري، عندك رئيس نادي محترم جدا جدا وراجل محترف يعني وعندك فعلا. أنا بشكره من خلالك. فعلا واحد محب جدا للاسكندرية. صحيح. واحد من أكبر المخلصين للعمل، العمل معاه ممتع يا كابتن إبراهيم. مش عايز أقول هو اللي أثرني بإن أنا أجي الاتحاد رغم الظروف الصعبة اللي هو فيها كناشئين. لكن إحنا قادرين على إن إحنا نعمل نهضة ونفرح شعب الاسكندرية ونفرح مصر بعناصر تخدم منتخبات مصر مستقبلا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن إمام، وبتمنى لحضرتك كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن امام محمدين. مكسب كبير واضافه. وعايز اقول لكم على حاجه، معنى ان الاتحاد السكندري بدا يتحرك كده انه الانديه بدات تعي دور واهميه قطاعات الناشئين. ده اللي بيجيب فلوس، ده اللي بيخلصك من المشاكل والازمات الماديه، ده اللي هيعمل لك تحويله كبيره جدا جدا الاهتمام بقطاعات الناشئين. يعني انا والله اسف انا ما اقصدش حاجه، انا اسف مره تانية في الكلام اللي هقوله. في أندية عندها قطاعات ناشئين تمثل دور الكومبارس، القطاع كله على بعضه تحس إن هو قطاع كومبارسي ما بيعملش حاجة، ما بيخرجش منه حاجة، رغم إن ممكن تلاقي فيه لعيبة جامدة، بس في النهاية في فقرة ضايعة أو ما فيش اهتمام. عندنا قطاع بس قطاع متهالك، أو ما فيش اهتمام قوي، أو ما فيش حلقة وصل موجودة، فاللعيب بيطلع ويمشي. يا جماعة أنا بجيب لعيب وأقعد أصرف عليه وأديله من خبراتي وأديله مش عارف إيه وأكل وشرب ولبس وبتاع ها، وفي الآخر ومشاركات ومنافسات وأزود الخبرة وأزود وأشتغل عليه، وما كانش بيعرف يعمل ما أعرفش إيه، بقى يعرف يباصي كويس، بقى يعرف يعمل ما أعرفش، زودت عنده الحتة المهارية، زودت عنده الحتة العضلية، وأقعد أطلع في لعيب وما بقى عنده 17 سنة بدل ما أستفيد بيه أقوم يمشي، بدل ما أستفيد بيه وأسجله مع الفريق ما سجلش، توكل على الله. فلا، ما هو قطاعات الناشئين لو انا هستغلها صح هتنجح جدا. على ذكر موضوع قطاعات الناشئين، تعالوا نشوف مع حضراتكم التقرير ده. كابتننا كابتن محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكوره، وكابتن مدحت عبد الهادي نائب رئيس قطاع الناشئين، هنشوف كلام مهم جدا عن مسابقات الناشئين، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. خليكم معانا. اول حاجه اللعيبه بتاع المنتخب الاولمبي مع كاب شوقي، احنا بننسق طبعا مع بعض كلنا اجهزه المنتخبات، ف99 اللي هم اللي موجودين ال97 عفوا مش كلهم بيلعبوا في انديتهم في الدوري الممتاز، مش كلهم. ان احنا هننزل من 97 اجباري اجباري في المباريات، لازم كل مباراه لازم ثلاثه من ال97 مواليد 97 ينزلوا يلعبوا مع 99
شرط اساسي. يبقى المسابقه دي بتخدم عليهم فنيا كويس قوي. ممكن هيشوف في 99 وفي الوقت نفسه ان هو كل ماتش لازم يبقى فيه 3 لعيبه من مواليد 97، مش من الدرجه الاولى، لا من 97 هم ميادين درجه اولى، بس لازم يبقى فيه 3 لعيبه موجودين. هنقعد بقى عشان في الشروط وكل حاجه معموله واللائحه وكل حاجه، لكن احنا نظام المسابقه هيبقى ازاي في ظل الاحترازات الصحيه دي وكورونا؟ فالنظام هيبقى ازاي؟ يعني فرق زي اسوار يعني الظروف بتاعتها صعبه، هتشارك بكم فريق؟ هتشارك كل ده بنبعت عشان نشوف كل مسابقه كم فرق هيشارك. وبعدين احنا بنحاول برضو ان احنا يبقى ممكن نلجا ان احنا نعمل الجمهوريه دي تبقى مجموعات اكنها قطاعات عشان يعني نوفر في يعني ممكن مثلا زي اسكندريه فيها 3 فرق، ممكن الثلاث فرق دول من غير ما يباتوا هيجي يلعبوا ماتشات مع فرق تاني. ممكن انا مثلا اللي من اسكندريه ده ممكن العب الماتش ده مثلا في طنطا وحد من القاهره، يبقى بتاع القاهره ما يروحش يبات عشان الفندق عشان الاقامه عشان ما يجوش الاثنين مع بعض عشان الاتوبيسات مع بعض. كل ده احنا لازم نحطه وبالتنسيق مع الاداره الطبيه برئاسه الدكتور محمد سلطان. طبعا سعداء يعني بالحاجات الجديده او تطور الدكتور محمود النهارده شرحه، اتمنى يا رب اللي هو يتنفذ، بالاخص اللي في مجموعه ناشئين موجوده ومتهيألي كل الفرق الممتاز بتعتمد على نسبه كبيره. يعني احنا بندي مثلا عندنا في الـ في الـ في, الـ في الزمالك مثلا عندنا في التسعة عندنا في 99 حوالي 4-5 لعيبه وكمان اعارات ورجع السنه دي تاني للقطاع تاني. يعني في 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 لعيبه كانت المفروض ده تبقى السنه اللي اتلغت ديت او الموسم اللي ما كملش كان هيبقى ليها شكل تاني، بالاخص اللي راحت اعارات في الممتاز كان هيبقى ليها شكل تاني ترجع تفيد الانديه بتاعتها. ما حصلش نصيب. انما التطور اللي النهارده اللي اتقال عليه الدكتور محمود انا شايف اللي هو تطور ناجح، بيتكلم في 3-4-5 سنين قدام، بالتالي ده نجاح كويس. بس نتمنى اللي هو يتنفذ، يعني مش شرط اللي احنا بنقول حاجات. دكتور محمود وضح الامور تمشي ازاي كلها بالنسبه للقطاعات او البراعم والبطولات، انك انت بترسم لقدام بالنسبه لكاس عالم للناشئين وفرق طبعا ده اولمبياد بعدها بسنتين. اتمنى بالاخص ان في اجواء كتير قوي حصلت النهارده. يعني بنشوف ناشئين نادي الزمالك في ارقام كبيره، يعني بتتقال بنلاقي لعيبه 19-18 سنه بيتقال لهم يحترفوا بره وارقام كبيره. اهتمام نادي الزمالك بقطاع الناشئين ازاي؟ لا الحمد لله احنا بقالنا دلوقتي يعني في وجود الكابتن طارق وكابتن فاروق عفر دلوقتي وانا متواجد وبشوف مع كابتن اسماعيل يوسف، شايف اللي احنا يعني الحمد لله عاملين حاجه كويسه، وبالاخص السنه اللي فاتت اللي انا النهارده السنه اللي فاتت 5 لعيبه طلعوا زي ما انا قلت لحضرتك اللي هم طلعوا اعارات بالنسبه للممتاز مواليد 99 في نادي الزمالك، طلعوا دوري ممتاز محترفين، تبقى حاجه ناجحه طبعا. ماشيين بسيستم معين، اهم حاجه الافاده الاول والاخيره تبقى الفريق الاول، يبقى النهارده نفس السيستم بتاع الفريق الاول اليوم نفس السيستم الناشئين. النهارده الولد لما يطلع فوق يبقى نفس الشكل، ما عندوش حاجه غريبه، ما عندوش اي حاجه صعبه، بيلاقي نفس وحده التدريب، نفس الشغل، نفس الامكانيات، بيلاقي نفسه متواجد في وسطهم على طول باستمرار، وينزل على فرقته اللي هو بيلعب معاهم بطوله الجمهوريه، بيبقى امر طبيعي خالص بالنسبه له. لا الحمد لله عاملين شكل كويس، والسنه دي ان شاء الله بيكون شكل احسن باذن الله. هنبتديها بلقاء مهم جدا عبر سكايب، هيكون موجود معايا دلوقتي حالا عبر برنامج جمهور الثالثه مستر اندي هامسون، مراسل وكاله بي ال البريطانيه ومتخصص في تغطيه اخبار مانشستر سيتي. خلوني في البدايه ارحب بمستر اندي، اهلا وسهلا بيك، برحب بيك وسعداء بوجودك معانا عبر شاشه اون تايم سبورتس 2 وبرنامج جمهور الثالثه مستر اندي. اهلا بك وسعيد بالتحدث معك صديقي العزيز. خليني في البدايه اسالك على تعقيبك على قرار المحكمه الرياضيه برفع العقوبه الموقعه على مانشستر سيتي والسماح بالمشاركه في دوري ابطال اوروبا، وهل كان هذا قرارا متوقعا بالنسبه للنادي ام لا؟
لا أعتقد أن هذا القرار كان متوقعا من المحكمة، ولم نكن على يقين ما ستسفر عنه الأمور منذ صباح اليوم. كان من الصعب جدا توقع قرار المحكمة، هل سيستمر يعود مانشستر سيتي أم لا. كان صعب جدا التنبؤ بما بالعقوبة أو رفعها، وأيضا على مدار ربما سنتين أو أكثر. ولكن قرار المشاركة أيضا في دوري أبطال أوروبا لم نعلم عما يخبئه المستقبل، ولكن ربما كذا حدث هذا، إن لم يحدث ذلك كان قضى على مستقبل الفريق حقيقة. وبالتالي سيتي الآن لديه الفرصة الآن للعودة ومستقبل أفضل، وهو فريق طموح جدا وخسر دوري البريمير ليج هذا الموسم، ويحاول دفع لاعبيه ربما للاحتفاظ بدوري بفوز بدوري أبطال أوروبا والفوز بالبريمير ليج ربما العام القادم. هذا تحدي كبير للنادي. هاي خليني أسألك، لماذا الغرامة، لماذا توقيع الغرامة 10 مليون يورو؟ ما هي الأسباب التي وصلت إلى السيتي وبناء عليها تم توقيع هذه الغرامة؟ حسنا، حقيقة لم نحصل على نص وحيثيات الحكم بعد، ولكن الاتهامات تمت أمام سيتي منذ 5 سنوات ولم يستطيع وقتها إلى المحكمة في عدة أيام. الاتهامات آنذاك كانت حول مغرد موضوعات تتعلق بإخفاء بعض الأموال أو بعض أيضا ربما تعاطي بعض اللاعبين لمنشطة. حقيقة لم هذا الاختراق وهذه الانتهاكات لم يكن النادي آنذاك متعاونا ربما لإظهار الحقيقة، وبالتالي كانت الأمور جدية جدا. وأنا أرى أن 10 ملايين يورو مبلغ كبير جدا، ولكن مانشستر سيتي ربما يستحق دفع هذه الغرامة أمام بقائه في دوري أبطال أوروبا. بعد ما صدر القرار برفع العقوبة، عدد من المدربين ليس بالقليل هاجموا قرار المحكمة، على رأسهم مثلا يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام. رأيك إيه في هذا الهجوم، وهل هم لديهم الحق في هذا الانتقاد وهذه الحالة الهجومية أم لا؟ أنا ربما لن أعلق على قرار المدربين. القرار ربما حدث بالأمس، وربما لم يظهر الحكم بشكل سريع، ولكن ربما بعض هذه الاتهامات التي قال البعض لم يشير ولم تذهب إلى الإعلام، ولكن ربما هناك تفاقم كبير للأزمة. وبالتالي الأسباب الحقيقية، وكما سمعنا من ما قاله مورينيو، جوزيه مورينيو، بأن سيتي قد أخطأ وبالتالي ما زالت توقعت عليه الغرامة لأنه أخطأ بالفعل، وأنه لم يتعاون مع جهات التحقيق وأخفى معلومات كثيرة. ولكن خلال 10 سنوات الماضية ربما حدثت هناك بعض الأمور والمشاكل المتعلقة بعمليات تمويل. لماذا أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيك والرؤساء الآخر وليس سعداء أيضا لليغا أيضا وفي الدوري الأسباني، بعض المدربين غير سعداء بهذا القرار، وأيضا مدير الفني لباريس سان جيرمان لا أعلم سبب لذلك، ولكن تصحيح مسار الفريق ليس أمرا يدعو إلى هذا القلق. هل وفقا لوجهة نظرك ترى أن بعد هذا الموقف سيقوم بيب جوارديولا بتمديد تعاقده مع السيتي، ولا الموسم المقبل سيكون الموسم الأخير له؟
من الصعب جدا الحكم على هذا القرار الآن. هو قال بأنه ملتزم مع الفريق ببقائه للعام القادم، كرر ذلك قليلا كثيرا، لا شك ببقائه الآن، وبالتالي نحن لا نعلم لماذا لا نفكر ما حققه غوارديولا مع السيتي وما فعله النادي لصالحه. لقد قام بجمع اللاعبين حوله، وبالتالي وعندما جاء في عام 2016 وقبلها في 2013 لم يكن النادي بهذا الأداء الرائع والقدرة على تجميع اللاعبين، وبالتالي كل ما كان يتخيله الجميع حققه غوارديولا مع سيتي، وتفوق على العديد من الفرق الكبرى. وبالتالي لماذا لا نعود إلى الأوقات الماضية؟ غوارديولا هو ربما رئيس النادي لا يتدخل أيضا في هذه القرارات، وبالتالي لا نستطيع أن نقرر هل سيستمر أم لا ما لم يكن هو قراره الصادر منه عن قناعة بتركه للنادي. ربما إن لم تكن لديه الرغبة في البقاء، ولكن لا أرى إلى الآن أنه سيغادر سيتي، وبالتالي الأمور مستقرة الآن ولديه عقد مع النادي ويستطيع أيضا عمل صفقات في المستقبل، وبالتالي هو في مرحلة أيضا إعادة بناء لكتيبة اللاعبين والاهتمام أيضا بالأكاديمية التي تفرز العديد من اللاعبين. وبالتالي غوارديولا أعتقد أنه مستمر مع النادي. مستر أندي، بحكم تخصصك في تغطية أخبار مانشستر سيتي، هناك أمر يتخيله البعض أنه قد يكون متاحا رغم صعوبته، رغم استحالته إنجاز التعبير، وهو انضمام ليونيل ميسي لكتيبة بيب غوارديولا بعد حالة الغضب التي بدت على ميسي في برشلونة. هل هذا الأمر جائزا متاحا يتحدث عنه أو يتم التحدث عنه في أروقة السيتي نفسه، أم أنه مجرد اجتهادات وتقارير صحفية تتوقف عند هذا الحد فقط لا غير؟ أنا لن أقول بأن ذلك مستبعد نهائي، قد يحدث ذلك، وخلال الأربعة سنوات الماضية كان هناك الحديث عن مدير برشلونة، وبالتالي كانت هناك تناقل كثير للكلام والأحاديث، وبالتالي إذا أراد ليونيل ميسي ترك برشلونة سيكون هناك جاذبية كبيرة للانضمام للفريق، ولكن هناك الأحاديث الطويلة والكثيرة وحول ليونيل ميسي، هل هو باقي أم سيجدد عقدي أم سيترك الفريق. أنا أعتقد أنه ما زال لديه عقد حام 2021. إن أراد أنا لا أرى أن برشلونة سيفرط في ليونيل ميسي، وسيظل أيضا في قلوب عشاق برشلونة وبعيدا إلى الآن عن فريق مانشستر سيتي الذي يراقبه أيضا مثلما، ولكن لا أعتقد أنه سيأتي إلى سيتي ناو، ولكن سيظل في برشلونة. الإشاعات كثيرة، ولكن نحن نعشق ربما أن نريد ذلك، ولكن لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل، ولكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث الآن. من وجهة نظرك، هل السيتي بحاجة إلى تعويض رحيل لروي ساني، أم أن المجموعة الموجودة حاليا بالنسبة لبيب غوارديولا تفي بالغرض؟ أتحدث عن المجموعة الهجومية. أعتقد هو يجب عليه البحث أيضا عن بعض اللاعبين الجدد والصفقات الجديدة، لأنه وأيضا في لم يحدث ذلك منذ الصيف الماضي، وبالتالي ربما في حاجة إلى لاعب مدافع. دعنا نتحدث أنه من المهم أيضا إيجاد مدافع قوي في منذ بداية الموسم. هناك ثغرة
ثغرة كبيرة ما بين خط الدفاع وخط الهجوم، وبالتالي من المحتمل أيضا هناك بنجامين، هناك بعض الآراء حول ربما إصابات لدى الفريق، البعض في مرحلة استشفاء، ولكن ربما يسعى أيضا لانضمام بعض اللاعبين خاصة في ظل وجود بعض الإصابات وخاصة في الجانب الأيسر، وبالتالي رأس الحرب أيضا القوي أغويرو وموجود بقوة، ولكن كل ما يحدث الآن ربما يبحث عن بديل له في وقت ما، والعديد من المؤتمرات الصحفية وفي آخر خلال 3 مباريات أحدث أمام بورما وأحدث عدة، ولكن ربما يحتاج إلى تغطية أكبر وخاصة إلى لاعب وسط مهاجم، وبالتالي الوقت متاح، وربما هناك ولكن كل هذه الأمور تؤخذ في الاعتبار. صحيح، من وجهة نظرك أو خليني يعني أسألك بحسب الكواليس، هل الإدارة غضبت من بيب جوارديولا بسبب الفارق الكبير في خسارته للدوري الإنجليزي أمام ليفربول، أم أن هذا الأمر لم يشكل بالنسبة لهم أي مشكلة طالما أن الفريق متواجدا وبقوة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن؟ I'm sorry, I didn't quite understand the beginning of that question. ربما إن أعدت بداية السؤال حيث افتقدت، فهل يمكن إعادته مرة أخرى؟ هل من خلال معرفتك بالكواليس داخل مانشستر سيتي، هل إدارة النادي غاضبة من خسارة الفريق للدوري الإنجليزي بفارق نقاط كبير عن ليفربول، أم أن هذا الأمر لا يشكل بالنسبة لها أزمة؟ خاصة وأن الفريق ما زال ينافس وبقوة وموجودا في الصورة في دوري أبطال أوروبا. لا أعتقد أن هناك مشكلة على الإطلاق، فهذا بالدوري الإنجليزي والبريمير ليج العامين الماضيين، سيتي مع غوارديولا يؤدي بشكل مبهر وهو أيضا فاز كما تعلم ب8 ألقاب من خلال 10 ألقاب في خلال السنوات الماضية، وكما قلت لكم الموسمين الماضيين فاز لقب الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج، ولكن عندما حدث الفارق مع ليفربول هذا لا يمثل مشكلة، لأن غوارديولا هو رجل المرحلة والذي يكمل، لديه فرص كثيرة للفوز بدوري الأبطال أوروبا، وبالتالي نظرا لوجود هذا الوباء وكوفيد 19 وتوقف كرة القدم لأكثر من 60 يوما، أعتقد ليس هناك الآن أي مجال للحديث عن غضب أو عن خلاف، ولكن غوارديولا سيمنح الفرصة كاملة للاستمرار أيضا مع مانشستر سيتي، وهو لديه ثقة والإدارة لديها ثقة كبيرة في غوارديولا للاستمرار مع مانشستر سيتي. هناك أيضا ديفيد بروين ورحيم والعديد من اللاعبين المتميزين، أعتقد سيفوز ربما مانشستر سيتي الأقرب للفوز أيضا ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الأساسي الآن الذي يسعى مانشستر سيتي للوصول إليه. ربما بريمير ليج رغم كونها بطولة، إلا أن تشامبيونز ليج أيضا بطولة أخرى وترفع أيضا من مستوى وتصنيف النادي على المستوى وتمنحه درجات على مستوى أعلى. تشيلسي فاز أيضا على عدة سنوات، حقق هذا الانتظار وهذا الفوز، وبالتالي زادت من أسهم الفريق حول العالم. الآن سيتي على مرحلة الفوز بدوري الأبطال أوروبا، وبالتالي هذا سيضيف كثيرا إلى النادي، وهم واثقون أيضا بالفوز بدوري الأبطال، وبالتالي هي مسابقة تستحق أيضا الفوز بها. مستر أندي هامسون، بشكرك شكرا جزيلا وسعيد بهذا الحوار وما فيه من معلومات مهمة تخص مانشستر سيتي في هذا التوقيت، بشكرك شكرا جزيلا.
مستر اندي هامسون الصحفي وكالة بي اي استضافتي. شكرك شكرا جزيلا وسعدنا جدا بهذا اللقاء. التفاصيل زي ما بقول لحضراتكم البرنامج نافذة مفتوحة على الوطن العربي وايضا نافذة مفتوحة على العالم بال جدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني. وزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل ضيفي وضيف حضراتكم نجم نادي الزمالك ومدافع نادي الزمالك كابتن عمرو الصفتي اللي وحشنا بقاله كتير جدا جدا غايب عن الساحه الاعلاميه. كان لازم نسال عليه وكان لازم نطمن عليه ويبقى ضيفنا النهارده. بنشرف بده جدا جدا كابتن عمرو. اهلا وسهلا بيك ومساء الفل. اهلا بيك يا ابراهيم. ان شاء الله تبقى حلقه كويسه ان شاء الله. اخبارك ايه؟ زي الفل. كله تمام؟ زي الفل. نبتدي بالتقرير ومن بعد التقرير نبتدي الدردشة. ماشي. يلا بينا. مدافع حديدي كان دائما مرهقا للمهاجمين الذين تولى رقابتهم خلال فترة وجوده بالملاعب. استطاع أن يتألق عندما كان لاعبا في المصري حتى انتقل إلى الزمالك ووضع اسمه ضمن أبرز المدافعين الذين مروا على القلعة البيضاء. إنه عمرو الصفتي لاعب المصري البورسعيدي والزمالك السابق مواليد 17 من شهر فبراير لعام 82. استطاع نجم عمرو الصفتي في الدوري الممتاز عندما كان لاعبا في صفوف النادي المصري والذي قضى بين جدرانه ما يزيد عن 6 أعوام. فقدم مع الفريق مواسم مميزة جعلت كبار الأندية تستهدف التعاقد معه. وبالفعل في عام 2006 استطاع نادي الزمالك الحصول على خدمات عمرو الصفتي ليكون واحدا من أعمدة الفريق الأساسية في خط الدفاع، وذلك خلال فترة تواجده داخل أروقة القلعة البيضاء. فكان أهم ما يميزه هو الأداء الرجولي داخل المستطيل الأخضر. ولعب الصفتي مع الزمالك في الفترة من عام 2006 وحتى 2011، فخاض مع الفريق 5 مواسم لعب خلالها أساسيا في جميع البطولات سواء الدوري والكأس والسوبر ودوري أبطال أفريقيا. ورغم الإمكانيات المميزة التي كان يمتلكها الصفتي إلا أنه ظلم في الوقت الذي تواجد فيه داخل الزمالك نظرا للتقلبات الفنية والإدارية للنادي خلال هذا التوقيت. واستطاع الصفتي خلال فترة تواجده مع الزمالك أن يتوج ببطولة كأس مصر عام 2008 على حساب فريق إمبي، وكان له بصمة مميزة في هذه البطولة عندما سجل هدف الفوز في الدور النصف النهائي خلال مباراة حرس الحدود. مسيرة طويلة للصفتي مع الزمالك حيث خاض رفقة الفارس الأبيض ما يزيد عن 120 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف. وفي عام 2011 رحل الصفتي عن الزمالك ليخوض بعدها تجربة في صفوف الجونة التي استمرت موسمين، ثم انتقل بعدها إلى صفوف غزل المحلة ليعلن بعدها اعتزاله للساحرة المستديرة عام 2015. اختفى عن الأنظار لفترة طويلة لكنه قرر بعد ذلك العمل في مجال التدريب حيث أشرف على أحد فرق الناشئين بالنادي المصري ليقرر الاستمرار في هذا المجال. عن طموحاته وأهدافه خلال الفترة المقبلة، كيف بدأ مشواره التدريبي وكواليس فترته داخل الزمالك، وما الأسباب التي أدت إلى رحيله عن القلعة البيضاء، تقييمه للفارس الأبيض تحت قيادة باتريس كارتيرون، وهل يقدر الزمالك على التتويج بدوري أبطال أفريقيا، ورؤيته لمسابقة الدوري بعد قرار استئنافه في 6 أغسطس المقبل. كل هذا وأكثر يجيب عنه عمرو الصفتي ضيف جمهور تلتا مع إبراهيم فايق. طيب خلينا ابتدي معاك من الاخر. بتصنف نفسك لعيب محظوظ ولا سيء الحظ؟ انا متهيألي سيء الحظ. سيء الحظ. ليه؟ ما فيش لما بتألق وبتعرفش حد يتكلم عني يستدل بس الاخطاء اللي انا بعملها ويركبوها بس كده. بس ده ما كانش بيشكل عليك ضغوط ايام ما كنت تلعب في نادي الزمالك ولا؟ طبعا كان بيشكل ضغوط عليا. يعني انا جاي من نادي الزمالك، يعني هقول لك انا جاي من النادي المصري. كنت ساعتها بلا مبالغه يعني اللي لعب عليا كان ساعتها ممكن يقول كلامه صح، كنت احسن مساك في مصر. جاي نادي الزمالك احسن مساك في مصر. اللي لعب عليا ممكن يقول لك اللي شافني وانا في المصري لازم يقول عليك انت احسن مساك في مصر. ماشي. وبعدين ايه اللي حصل لما جيت الزمالك؟ مفيش، لعبت المواسم كويسه قوي، اول 4 مواسم. الموسم الاخير من بعد ماتش 3-3 الدنيا بدات تتلخبط شويه، تهرب. ايه بقى؟
الجمهور من بعد 3-3 ما كانش متقبلني خالص رغم ان انا بلعب مع كل المدربين. هل حاسس ان انت كنت كبش فدا لاخطاء كانت بتحصل وانه في ماتشات القمه مثلا عمرو صفتي غلط غلطتين او ثلاث غلطات اتكبروا قوي بشكل او باخر بقى هم قدام الجمهور ان انت المتسبب عن الاخطاء بتاعت الفريق كلها؟ انا لعبت 11 ماتش قمه بتهيألي غلطت ثلاث اخطاء. 11 ماتش انت 11 ماتش. فاكر الماتش 11 ماتش غلطت ثلاث اخطاء حاجات عاديه يعني بتحصل. انت بتلعب برضو ماتشات قمه بتلعب على احسن ناس, بتلعب على فلافيو, بتلعب على متعب, بتلعب على بلال, بتلعب على اسامه حسني, بتلعب على لعيبه كتير لعبت عليهم. في ماتش من الماتشات الكابتن عبد الواحد السيد اتخانق معاك ضرب زق بالبوكس كده في سيد. كان ماتش 1-0 كان في الدقيقه 37 الشوط الثاني, كنت بقى لاعب على فلافيو ماتش كبير جدا وكان لدرجه اللي هو هيغير والكوره دي كانت اخر كوره اهي هي دي. برافو عليك. دي انا كنت معاه فيها وانا عارف اللي هو بيقطع القريبه بيفضله ويقطع القريبه. رحت معاه بعد ما لقيت الكوره بقت بالونه خلاص وفي السكس يارد وعبد الواحد طالع, رحت بص رحت واقف انت. لا انت رحت واقف بقى اتلقيت عبد الواحد. انا خلي بالك انا في الماتش ما حسيتش باللي حصل ده, ما حسيتش. اتلقيت عبد الواحد جاي يبص راسي, قلت له عبد الواحد جاي يبص راسي ليه ده بعد الماتش؟ اصحابي بقى اللي هم ده بعد الماتش بعد يعني ده دلوقتي ده كده ما كنتش حاسس بحاجه, ما حسيتش بحاجه. انا كل اللي في دماغي احنا دخل فينا جون بس انت برضه ما طلعت, تكسلت. لا ما كسلتش, لا 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 انا جريت معاه صح. لو تجيبها من اول انا جريت معاه صح اهو, هو بيقطع القريبه الكوره بقت بالونه, فانا هنا استريحت قلت خلاص ده عبد الواحد طالع ياخدها. يعني انت لو مدير فني يا ابراهيم انت في اول حاجه تقول تحمل مين؟ احملك انت بصراحه. طب الجون لما انا كنت مدير فني لما الجون بيطلع على كره انت شايف من وجهه نظرك مين السبب؟ كابتن عبد الواحد؟ اصل عادي يعني ان انا احملك, انا ما اقصدش حاجه والله. لا 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 لا, لا 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 طبيعي انه المدافع يخطا المدافع يغلط في كره زي دي, خاصه ان انت معاك مهاجم يعني ما هوش سهل يعني. ده كان في الدقيقه 37 وكان فلافيو هيغير بعد الكره دي. ايوه اسامه حسني كان على الخط هيغير مكان اسامه حسني, قال لي بعد واحنا في الماتش والله. قال لي ده انا نازل مكانه في اخر كوره والله في الدقيقه 37 وعامل عليه ماتش كبير جدا. انا بقى اللي شلت الليله كلها, بس كنت ساعتها في الفتره دي كان الزمالك بيعاني كان بيعاني لان كنا ساعتها خدنا المركز السادس بس احنا كان الجمهور ما بيندهش لنا وشيكابالا بس في الفتره دي. بينده ليكوا ايجابي ولا سلبي؟ الصفت وشيكابالا دول لعيبه رجاله بس. ايوه الصفت وشيكابالا دول لعيبه رجاله بس. لا ما هو انت ما فيش اختلاف على ان انت كنت لعيب راجل, ما فيهاش اختلاف ان انت لعيب بتلعب بقلبك وان انت لا دي ما يعني فيش اتنين يختلفوا عليها. انا بكلمك في جزئيه معينه, هل انت كنت حاسس انه بتتحمل بزياده يعني او بيشيلوك الليله بمعنى اصح؟ طبعا يعني انا في ماتش القمه 3-3 احمد جعفر حط الجون من مين لو تفتكر؟ منك؟ لا احمد جعفر احمد جعفر من وائل جمعه. وائل جمعه مفيش حد يتكلم عليه. عادي كل المدافعين بيغلطوا, ده طبيعي. يعني وائل جمعه احسن مدافع في تاريخ مصر, حصل فيه نفس الحكايه. انت شايف انه كابتن وائل جمعه افضل مدافع في تاريخ مصر؟ طبعا طبعا. ماشي طب هجيب لك انا اللقطه اللي انت حتى بتتكلم فيها عن جعفر. انت قلت لي ثلاث ماتشات غلطت فيهم. ده ماتش انا جبته لك. ايه الماتشين التانيين؟ انا كان مثلا ضيف الكابتن عماد متعب وقال لي الماتش بتاع 3-3 اول جون كابتن عماد متعب الكره اتلعبت له هو قطع على القريبه برضه بيقول لي اللي ساعدني وخلاني اجيب الجون كده اللي انا شديته وهو برضه الكابتن عمرو لما شدني هو برضه في مكاني هو برضه ما ساعدنيش لان شوف ايدي, انا عايزك تشوف ايدي اللي بعدتنا عن الكوره, في ايد كده بعدتنا عن الكوره من عماد بيقول لي انت واللي انت ما تعرفوش بقى ان الكوره ديت لطشت في دماغي وجت في خد عماد ودخلت. لا تاني كده يعني هاتها واحده واحده هتلاقيها لطشت في دماغي بسيط وراحت جايه في خد عماد ودخلت في خده. انا بيتهيالي جت في 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 في, في الحته دي اللي في الجنب ودخلت. طب ما تجيبوها لنا يا جماعه, طب ما تكملوا, طيب هشوفها ازاي ودخل الجون. حتى عماد ما كانش قصد اللي هو يحطها بدماغه كده. برضو حملوك الكره دي. من بعدها العلاقه بتاعتي انا والجمهور اتدهورت شويه. اتدهورت من بعد الجون ده بالذات شويه ولا شويتين؟ لا ده كتير كتير. بس رغم كده كنت بلعب طول الموسم اللي بعديه مع الكابتن حسام كله وسط الضغوط بقى, بس كنت بلعب. طيب هو فين بقى ايد الكابتن عماد؟ انهي واحده اللي بعدتنا عن الكوره؟ اللي بعدتنا, بص اللي بعدتنا عن الكوره اهي. اللي هو بيعزم فيها عشان يلعب الكوره. شوف حتى الكوره بعيده عن عماد, مش اللي هي في مرمى اللي هي راسه, لا بعيد عنه سنه. لطشه في, بص هي لطشه في الدماغ راحت جايه فيه في الحته اللي في الجنب. ايوه ودخلت ودخل الجون. ده حظ يعني. ده الماتش الثاني. الماتش الثالث بقى انهي غلطه؟ الماتش القمه كان 4-3.
4-3 أول جول. ده كان برضو كان الكابتن عماد. أنا ممكن أقول لك، أنا هقول لك تحليلي كلاعب وتحليلي كمدرب الوقت. ماشي. اللي حصل. لو هي موجودة. جاهز. أهي. أنا اتفاجئت هنا بعماد متعب اللي هو راح هو الجون، فكرت تفكيرين لا هعمل معاه فاول واطرد لا انا اكمل معاه. يعني بص هم الكورتين اللي فاتوا ماشي انما ديت برضو صعبه برضو عشان ابقى امين برضو يعني هتقولنا كده يا جماعه هتقولنا كده برضو تاني. الماتش ده خلص كام كام؟ 4-3 ده في الكاس برضو من الماتشات عماد هو عارف انا قررت انا حاجز كويس على قررت ساعتها اللي انا مش هعمل معاه فاول وهروح معاه هجري معاه. هي الفكره كلها كان كل اللي بيلوم عليك ان انت كنت ممكن تعمل فاول تكتيكي مع عماد تمنعه بطرد خلاص طرد كنت طرد وكان ساعتها في بدايه الشوط الثاني وكان ساعتها هنري مشير كان عامل غلطه كبيره جدا اللي مش حاطط مدافعين الاحتياطي ليه بقى وسامي العبدي مش عارف غلطه كبيره جدا وسامي العبدي اتصاب ما بين الشوطين نزل احمد حسام احمد حسام مش في مكانه باك رايت وحصل منه الجونين الاخر اللي هو بتاع الماتش 4-3 بتاع اسامه حسني. رغم كده برضو ورغم الكم خطا اللي انت بتقول عليهم الا انك كنت واحد من اللاعبين المخلصين في نادي الزمالك. رحيلك عن نادي الزمالك حصل ازاي؟ ما فيش، اللي كان الكابتن حسام حسن مشى وكابتن حسن شحاته مسك الفريق. انا اتصلت بالكابتن حسن شحاته قلت له كابتن انا علاقتي بالجمهور وصلت للاخر فيا ريت بعد اذنك عايز امشي. قال لي طب نقعد مع بعض ونتفاهم وبتاع. قلت له بعد اذنك كابتن عايز امشي وصممت على ان امشي وجبت فلوس للنادي وتنازلت عن فلوسي للنادي الزمالك. كان ساعتها ما فيش فلوس في نادي الزمالك. قلت للعيبه في الفريق ان انت عايز تمشي ولا كان خلاص كانت العلاقه منتهيه بالنسبه لي. كنت عايز امشي خلاص. لو رجع بيك الزمن كنت تاخد نفس القرار؟ كنت هاخد نفس القرار طالما اصل تملي الجمهور زي الزبون. الزبون دايما على الحق، هو مش متقبلك خلاص في اخر سنه خلاص. انت بقالك 5 سنين ما خدتش الا بطوله واحده فطبعا الناس مش هتستحملك خلاص. لو كنت تلعب في الجيل الحالي ما كنتش هتتعجب. احنا لو الجيل بتاعنا كان موجود في الجيل الحالي احنا كنا خدنا كل البطولات والله. والله اشمعنى؟ لان الجيل الحالي بتاع النادي الاهلي انا شايفه اللي هو مش قوي يعني فريق عادي جدا. سيبك من اللي هو في الدوري شغال كويس ده ضعف في فرق الدوري. اما لكن في وقتكم انتوا كان الاهلي كان فريق كان اهلي فريق كان فريق قوي قوي جدا. بصراحه كان احسن جيل في تاريخ النادي الاهلي متهيألي حظنا. ده اللي صعب مهمتكم؟ طبعا. رغم كده كنا بننافس، كنا بقل امكانيات قليله جدا وب 11 لاعب كنا بننافس لاخر يعني. اول سنه احنا الدوري راح بخمسه بونت مع كابتن حسام حسن راكبين الدوري كله بس الظروف خارجه عن ارادتنا اللي هي عندنا كانت الامكانيات ضعيفه جدا الماديه. كان ساعتها السبب الرئيسي في ضياع الدوري بتاع 2011 الامكانيات الماديه. كان الاداره بتخلينا نلف على الدول العربيه كلها عشان نجيب فلوس للنادي وما بتتصرفش على اللعيبه. يعني ايه؟ يعني كانت بتخليكوا تلف على الدول العربيه؟ والله العظيم بتلف بنلف بنلعب ماتشات وديه. تلعبوا ماتشات وديه عشان نجيب فلوس للنادي. مفيش فلوس. انا مش عارف المستشار مرتضى منصور عمل ايه في نادي الزمالك خلاها كده فلوس بقى. لا خلاها حاجه تانية بصراحه. اما على ايامنا لا احنا ما كنا. بص الجيل بتاعنا صدقني يعني حافظ لنادي الزمالك على الهويه بتاعته رغم ان احنا قليلين في البطولات بس حافظ للزمالك على الهويه بتاعته لان كان مفيش امكانيات. مفيش احنا لو بربع الامكانيات دي كنا كسرنا الدنيا. احنا كنا 11 لعيب بس اللي بيلعب. مش بتاخدوا فلوسكم؟ ما كناش بناخدها ولا في مواعيد ولا في اي حاجه. كنا قله امكانيات غير طبيعيه. في مره من المرات سمعت ان الكابتن عبد الواحد السيد وصل بيه الامر ان هو كان بيسلف اللعيب. لا انا افتكر الكابتن ايمن عبد العزيز. كابتن ايمن عبد العزيز سلفني انا شخصيا. والله؟ والله. قد كام؟ مش فاكر. سلفنا لا سلفنا كتير والله. انا عقبال ما الفلوس تنزل في الحساب. لا بس الفلوس كانت بترجع. فين وفين بقى؟ وفعلا والله فين وفين يا ما كنتش بترجع له فلوس؟ لا كنت برجع له فين وفين لما كنا بناخد فلوس من النادي الزمالك. فين وفين لما لا 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 كنا بنرجع له. لا كنا بنرجع له. انت بتعترف على نفسك كده. لا كنا بنرجع له. لا انا واسامه حسن بتهيألي استلفنا منه ساعتها. صحيح. والله. لكن رغم الصعوبه بتاعت الفتره ديت الا انه انت شايف انه لو كان في امكانيات وكانت الامور ماشيه بشكل كويس انت كنت ممكن تحققوا انجازات. طبعا. ده انا هقول لك كمان احنا كنا في ماتش الاسماعيلي وانت فارق 6 بونت. لعبت الاسماعيلي وانت فارق 6 بونت على الاهلي وفي الدور الثاني وعندك ماتش الجونه بعدها باسبوع. يسفروك في نص الاسبوع تروح تلعب في السعوديه ماتش مع الوحده السعودي ماتش اعتزال وترجع الجونه وتخسر. يعني ما علشان خاطر الفلوس. مفيش وقت كل ده عشان تروح تاخد لك 30,000 دولار ولا 40,000 دولار والدوري راح بسبب التحكيم طبعا ساعتها في الفتره دي. هنتكلم في التفاصيل دي كلها. خليك بس فاكر اخر حاجه احنا قلناها. روح لفصل وبعد الفصل لسه متواصلين مع حضراتكم في جمهور الثالثه ومع كابتن عمرو صفتي.
فاكر انتقالك كان عامل ازاي من المصري للزمالك؟ اه فاكر. ايه انا بدات عامه في النادي المصري وانا عندي 16 سنه 16 ونص. لعبت فريق اول مع الكابتن محسن صلاح لما كان ماسك المصري. واول واحد لعبني اساسي كان لعبت مع الكابتن محسن اول ماتش نزلته. اول واحد لعبني اساسي كان الدكتور ميمي عبد الرازق. لعبت في المصري سبع سنين. مشيت وانا عندي 24 سنه. رحت كانت حصلت ازاي بقى المفاوضات مع كويس اللي انا افتكرت. حصلت المفاوضات مع المستشار مرتضى منصور اللي مضى معايا المستشار الاستاذ رأف جاسر اللي اداني فلوسي استاذ ممدوح عباس. كل ده فتره قليله والله. والله ثلاث رؤساء نادي انديه. والله صحيح. قبل الفاصل كنت بتقول لي الموسم ده ضاع منكم لاسباب كتيره وقلت لي التحكيم عشان بس الناس تقول لكش ايه ده خرج فاصل لما التحكيم انت عارف يعني عندنا نظريه المؤامره مسيطره على الناس. كان ساعتها فرقين عن الاهلي 3 بونت وما عادش الا 5 ماتشات في الدوري. عندك ماتشين هما الاقوياء مع المصري والاهلي وتتعادل فيهم تقريبا انت خدت الدوري. جه ماتش المقصه الضربة الجزاء بتاع لو تفتكر حسين حمدي اللي بالايده وجون عبد الشافي وضرب جزاء كانت ليا في اخر دقيقه ولا اتحسب ولا حاجه وخسرنا الماتش 1-0. انا فاكر الماتش ده كويس قوي. حتى الحكم اعتزل بعديها. اعتزل تحكيم بعديها. الكوره بتاعت حسين حمدي حسين حمدي راح بعديها الزمالك. راح بعديها الزمالك. صحيح. انا فاكر كويس لان انا كنت ساعتها مراسل كنت موجود في ارض الملعب في المباراه دي وكانت مباراه سخنه جدا جدا كنا ساعتها اخر 5 ماتشات في الدوري خلاص وهتاخد الدوري. كان مين الحكم ساعتها فاكر؟ لا مش فاكر كان مين بس هو بعديها اعتزل خالص. طيب نرجع تاني بقى على المفاوضات. انا بس عشان افتكرت فقلت نرجع للجزئيه دي. المفاوضات بتاعت الزمالك انت حصلت ازاي بقى مع النادي المصري؟ مع المستشار مرتضى منصور اول واحد. اول واحد. اتكلم فتح اول واحد فتح ماشي. انا كنت في المرحله اللي فيها في المصري كنت صدقني كنت احسن مساك في مصر. اي بص يعني كان يوم اسود اللي انا كنت العب عليه. يوم اسود. والله كان يوم اسود والله بجد. لو انا في مصر كان يوم اسود اللي انا بلعب عليه. ليه يوم اسود ليه؟ كان هقول لك في فروده مش هقول اسمها طبعا. لا قول عادي. لا مش هقول اسمها. فروده كبيره كانت تيجي تقول لي ايه عمرو كوره وكوره يعني خد كوره وانا كوره. في حاجه اسمها كده؟ والله العظيم طب وصلت لي كده خد كوره. طب عمرو انا رجليا انا وجعاني من هنا ما تضرب اعمل كل حاجه بس ما تضربنيش. تضرب جامد انت. لا اقول له طالما انت هادي وما تلفش خلاص مش هضربك. انت كان عندك طريقه معينه وانت كان ليا طريقتي. ايه بقى؟ بص لو كنت تسال عامه كل المهاجمين اللي لعبت عليهم 90% هيقول لك ان انا من احسن المدافعين اللي لعبت عليهم. ماشي 90% هيقول لك كده. ماشي. كنت بتستخدم بقى ايه قوتك في لا انا كنت سريع وكنت هيدرز تخوف المهاجم في الاول. كنت بضرب من تحت لتحت بطريقه ما فيش حد يشوفها. تضرب من تحت لتحت. مين اكتر مهاجم كنت بتضربه؟ لا انا ومتعب كان بص متعب كنت محرم عليه اللي هو في المصري اللي هو يحط جون. حرمت عليه وحط جون طول ما انا في الملعب. حرم عليه اللي هو حط جون في المصري. ازاي هو حط لما انا مشيت من مصر رحت الزمالك هو حطت فيك جون في الـ في الـ في الزمالك. انا بتكلم في المصري في المصري في المصري ماشي. كنت محرم على اللي هو يحط جون. ما جابش ولا جون في المصري. وانت موجود في الملعب وانا موجود. لا مع المصري. انا بلعب عليه. ليه بقى مش يعني عارف. يعني كنت بتتعامل معاه ازاي عشان كده كنت بتحرمه من ان هو يجيب اهداف؟ انا عارف اللي وليه التكنيك بتاعك اختلف مثلا فسجل وهو وانت في الزمالك. وانا لعبت على كل المهاجمين اللي طالعين من الناشئين النادي الاهلي. لعبت على محمد فاروق ماشي. لعبت على احمد بلال. لعبت على اسامه حسني. لعبت على عماد متعب. كلهم ستايل واحد. كلهم بيقطع على القريبه. تحركات كتير وفي الاخر عايز يخطفك قبليك بخطوه يحطها على القريبه في القريبه. فانا كنت حافظهم كلهم. مين افضل الاستثناء. واحد فيهم؟ لا كل واحد بصراحه الاربعه شبه بعض. الاربعه شبه بعض بامانه. كل لعبته على كل واحد وهو في عزه. يعني بلال كان في عزه. لعبت على فاروق وهو في عزه كان احسن مهاجم في مصر. لعبت على اسامه وهو في عزه. لعبت على عماد متعب وهو في عزه. كل دول في المصري كنت محرم عليهم اللي هم يحطوا جوان. لكن في الزمالك عماد اللي فلت وحط فلت بجول. جول ولا اكتر؟ بجونين من اربع ماتشات. بدا بقى يركز معاك اكتر.
قلت لي بتضرب من تحت لتحت، في طريقه معينه ممكن انت تستخدمها ما تخليش الحكم يشوفك وانت بتتعامل؟ في فتره ما بين اللاعب ما بيلعب الكوره واللي هي توصل للمهاجم اللي انا بلعب عليه مثلا، الحكم ما بيبقاش بص علينا احنا الاثنين. فهي دي الاحسن فتره ليه. ده زي راموس كده انت ما فيش حد يشوف حاجه خلاص. انت بس تشوف اللي ده قطع كوره من غير فاول وخلاص. طب برشلوني ولا مدريدي؟ برشلوني. برشلوني ينفع؟ طب اللي بيحصل فينا ده والله انا شايف اللي همنا على هم بعض احنا الاثنين. انا شايف الاداره هي السبب يعني. الاداره بتملي بتجيب مدربين اقل من طموحات نادي برشلونه. صحيح. وبتدي القوه للاعيبه، اللاعيبه تملي بتبقى هي اقوى من المدرب. والوقت وصلت اللاعيبه خلاص سن سن كبير، اغلب الفرقه عدت 30. فالوقت انت محتاج الوقت دور مدرب بقى. دور مدرب قوي يجي يعني، يا ريت لو جوارديولا يجي، يا ريت. ده الدور مدرب لازم. جوارديولا عمره ما هيسيب مشروع السيتي خالص دلوقتي. بس هو ده انسب واحد، هو لويس انريكي بصراحه، الاثنين اللي نجحوا مع اخر واحد جه من ريحه جوارديولا كان ده قعد ميسي. لويس انريكي حصل شويه مشاكل كده. قعد ميسي يعني. ما لعبتش انت قصاد ميسي؟ لا ما لعبتش. لا احمد غانم سلطان كان عندي هنا، هو كان بيتكلم على وقع مع ميسي، قال لك شيكابالا كان عايز يجيب الكره من معدي الكره من بين رجليه، اخذ الكره بقى من الجول للجول. ما كانش حد يعرف ميسي كان ساعتها، فاخذ كله كان بيدخل عليه عادي، ف كان بياخدها من جون لجون. طيب خلينا نروح معاك بقى لجزئيه مهمه. خلاص بقيت انت لاعب في نادي الزمالك، ايه اصعب فترات مرت عليك في نادي الزمالك؟ والله كلها كانت فترات صعبه. كلها؟ مفيهاش حاجه كانت فتره حلوه كده؟ لا والله كان على طول مفيش امكانيات عندك اللي انت تعمل اي حاجه. مفيش. مفيش فلوس ومفيش فلوس مفيش اي حاجه. احنا كنا في شبه الزمالك ساعتها. شبه؟ شبه الزمالك. شبه الزمالك، ما كناش نادي الزمالك اللي موجود دلوقتي لو بالامكانيات دي، كنا شبه نادي الزمالك. دلوقتي اللعبة دي محظوظه جدا. اللي هم معاهم اداره دلوقتي وفرت لهم كل حاجه، تقدر تجيب احسن لعيب لو في العالم دلوقتي ممكن تجيه. مين اللعيب اللي او اللعيبه اللي لو موجودين معاكم في الفريق كانوا سندوا معاكم، كانوا خلوكم جبتوا انجازات من الجيل الحالي؟ من الاسماء اللي موجوده. بن شرقي. ماشي. قول لي خمس اسماء. دول خمس اسماء دول كانوا هيبقوا فارقين مع جيلكم، هيخليكم تكسروا الدنيا يعني ويعني وتنافسوا الاهلي. هو بن شرقي بتهيألي. هو اديلك اسمه عبد الشافي كان معانا، وحازم كان معانا. ماشي. بتكلم على الفريق ده دلوقتي الحالي يعني. انا شايف بن شرقي. بن شرقي بس؟ بن شرقي. بس بن شرقي. مفيش لعيبه تانية؟ لا كان عندنا خط نص كويس ومدافعين كويسين. هو بن شرقي هو كان نفع مع شيكابالا، مع حسين ياسر محمدي وبن شرقي، وكان جعفر ساعتها في عزه. صحيح. هروح لفاصل، وبعد الفاصل لسه متواصلين مع حضراتكم وحوارنا مع كابتن عمرو صفت. يلا بينا. مين اهم لعيب شفته في حياتك الكرويه وفي مسيرتك الكرويه؟ هما اتنين بصراحه. اتنين؟ واحد في الزمالك واحد في المصري. مين بقى؟ في الزمالك كان شيكابالا احسن لعيب في التاريخ انا شفته. احسن لعيب في التاريخ شيكابالا. ماشي. تاني واحد ابراهيم المصري. ابراهيم كابتن ابراهيم المصري في النادي المصري. كان لعيب جامد برضه. جامد جدا. جدا فوق الخيال يعني. مين اجمد مدافع في التاريخ؟ في التاريخ بالنسبه لك؟ بالنسبه لي انا وائل جمعه اللي انا شفته. وائل جمعه. وشفت لقطات من الكابتن ابراهيم يوسف كان روعه يعني. ماشي. كابتن وائل جمعه والكابتن ابراهيم يوسف. الله يرحمه. تقدر تقول لي مين اسوأ مدافع؟ لا ما اقدرش. صعب. لا صعب اللي انا صعب. طب مين اسهل مهاجم انت لعبت عليه تحطه في جيبك؟ وانا كنت في المصري كنت بلعب على عبد الحليم علي. عبد الحليم علي. انا كان ساعتها هداف مصر، بس انا كنت بلعب عليه ماتشات كبيره جدا. وكنت تعب يعني اكتر واحد بتاع كان سهل بالنسبه لي. انا كنت قري. اشمعنى قري؟ عارف تحركات ايه؟ كنت بشوفه في الفيديو ازاي بيلف وازاي بيباصي وازاي. كنت قري. انت كنت بتقعد تذاكر المهاجمين اللي بتلعب عليهم؟ كنت بقعد اذاكرهم واشوف اللي بيلف ازاي وبيلف باي طريقه بتبقى سهله بالنسبه لي انا بعد كده. مين اصعب واحد فيهم؟ اصعب مهاجم انت قابلته؟ سيد عبد النعيم. سيد عبد النعيم. امبي. اشمعنى سيد عبد النعيم؟ لعبت عليه ماتشين. في ماتش الاولاني انا متفاجئ انت. انا متفاجئ بالاجابات بتاعتك. جامد جدا سيد عبد النعيم بصراحه. سيد عبد النعيم. اجمد مهاجم انت لعبت عليه. الكره تبقى قدامك مش عارف تاخدها منه.
يعني ولا فلافي ولا عماد متعب ولا عبد الحليم، دول مهاجمين جامدين بس اللي ولا بلال ولا اسامه حسني ولا ده بتكلم على الاهلي غير بقى كل اللعيبه الثانيه اللي كانت قدامك في الدوري. سيد عبد النعيم اشمعنى بقى سيد عبد النعيم؟ لعبت عليه ماتشين. في الماتش الاولاني كنت ضارب قبلها كيلو كيلو ملبن بالقشطه، ما كنتش هعرف هيعمل فيها. نزلت الملعب مش قادر، وهو عمال يتحنجل قدامي مش قادر والله. كيلو ملبن بالقشطه يوم تاني قبل الماتش، والله ما كنتش اعرف. بتلعبوا امبي؟ كنا بنلعب في المصري. في المصري كمان، وانا في عزي كمان. انت بتحب الحاجات المسكره؟ لا انا كنت اول مره اعملها عامه. اول مره تعملها؟ كنت شايف الكوره معاه اتنين اول هقول ايه ده يا جماعه، وكان لي حركه رجل ورجلي كده غريبه ومش عارف اخد منه الكوره، بس ما حطش جون معايا. في الماتش التاني بقى ما قلت لا مش هاكل حاجه، لا مش هاكل حاجه. فنزلت عليه عملت عليه ماتش كبير جدا بس حط جون برضه. فانت بالنسبه لك سيد عبد النعيم؟ سيد عبد النعيم اجمد مهاجم. انت ايه كان مشكلتك مع كابتن انور سلامه في الجون؟ لا ده مشكله كانت هايفه جدا. كابتن انور سلامه من افضل المدربين اللي انا شفتهم في حياتي مع كابتن حسام حسن. اولا افضل مدرب بالنسبه لك كان الكابتن حسام حسن، وكابتن انور سلامه. بامانه الاثنين لو انا مدرب دلوقتي انا بتعلم منهم الاثنين بامانه. فبالنسبه لي كابتن انور سلامه ده زي ده هو اللي مطلعني وانا كنت في الناشئين كمان، هو اللي اداني فرصه كبيره وانا في المصري، لعبت معاه وانا في المصري. اعتزلت ليه؟ اتصبت وانا في المحله. كان احمد مجدي بتاع سموحه لو المحله لو تفتكر، رفيعاني كده. كنت بعمل تاكلين وفي ماتش في الدوري، فهو جاي ينط من فوقي فبركبته جت لي هنا في دماغي. قعدت ولا سنه عقبال ما اتعالج. ياه والله العظيم حاجه كبيره، حاجه كده وكده وحاجه كبيره يعني. فتح في في دماغي وحاجب. لا حاجه كبيره يعني والله، بس اللي عندي الحاجب تقيل فمداريها. فقعدت بقى الفتره ديت، قعدت خلاص بقى. وكانت الكره ساعتها في انحدار. كان ساعتها لو تفتكر الحادثه بتاعه بورسعيد، الدوري مجموعتين ويتلغي. كان في انحدار الكوره ساعتها، كله في انحدار. فقلت خلاص الواحد اكرم له خلاص كده كفايه. ايه قصه التدريب بتاعتك بقى؟ ابتدت منين؟ مفيش. الكابتن احمد الشامله في عضو مجلس اداره النادي المصري عرض عليا ان انا امسك الفريق جمهوريه، وانا ما كانش معايا رخص. فمسكت وعملت في ده في الناشئين في الجمهوريه في الناشئين المصري. عملت كام هم؟ مواليد كام؟ 2001. عملت معاهم نتائج كويسه جدا. عمرها كبيره مش صغيرين يعني. كان 17 سنه. 17 سنه. عملت نتائج كويسه جدا. بس تلاقيت بعد فتره تلاقيت ان الفرقه بتاعتي اتغيرت، يعني اللي انا بنيته كله وعمال اعمله واتعلمه لقيته فجاه اروح فرقه ثانيه. فقلت لهم كده شكرا ومشيت. استعجلت انت ولا ايه؟ لا ما استعجلتش. هو طب ما عندكش خلق باين يعني صح؟ لا الحاجه اللي ما تريحنيش بمشي. خطر مش مستريح. مش حاسس ان انت مبسوط خلاص؟ لا 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 امشي، مش مشكله اللي يحصل اللي يحصل بس امشي. طب انت شايف انه ده هينفع في التدريب؟ التدريب محتاج طوله بال بقى و... بس عندنا المجال في بورسعيد ضيق، فما فيش الا النادي المصري بس هو اللي نادي كبير. ماشي. فالكله بيتخانق على اللي هو يدخل جوه النادي المصري. المريخ البورسعيدي في المريخ طبعا نادي كبير بس مش زي النادي المصري. مش زي النادي المصري. طيب بتفكر في خطوتك الجايه ايه؟ اللي انا اخد، عندي خطوتين. اللي انا الاول انا اخد الرخص التدريب. انت مرنت في الناشئين من غير رخص؟ لا من غير رخص. ماشي. اخد الرخص التدريب. وثانيا عندي مجال شغل تاني هبتدي فيه، الاستيراد قطع غيار من بره. حاجه بره الكوره يعني. كابتن احمد حسام ميدو لما كتبت ان انت ضيفي النهارده كتب لي على تويتر قال لي اسال عمرو قول له ايه النص فوطه؟ مفيش، هي كانت فوطه كامله. فكنت بقطعها. اشرح بقى. كنت بقصها نصين وكانت بقى الحلقه دنك كان ساعتها، كنت بقصها نصين وايه بستحمى بيها النص التاني بتوديه فين؟ احتياطي بقى. اتكلم بجد؟ اللولا تخلص الدرجات. الموضوع كان صعب قوي. كان صعب. وكنا ساعتها انا واحمد حسام ميدو كنا ساعتها في منتخب ناشئين واحنا عندنا 14 سنه مع بعض. 14 سنه كانت لسه مفيش اي حاجه. فقص الفوطه. قص الفوطه وهي عادي مفيش مشكله. دي فضلت معاك على طول؟ مفيش. هو احمد حسام بقى فاكرها لي. فاكرها لك لحد دلوقتي. العالمي ميدو واحد من اللاعبين المميزين جدا. قلت لي ان انت من البدايه، احنا حتى كمان كنا بنتكلم قبل كده، قلت لي انه معاك من زمان. كنت اتوقع اللي وصل له ميدو تالق عالمي بقى في كل حته ولا لا؟ ميدو من هو صغير كان باين عليه. كان باين عليه. اولا ميدو ده زملكاوي جدا.
يعني زيه زي حسام حالي. حسام غالي زملكاوي جدا، كان معانا برده في منتخب الناشئين. حسام غالي زملكاوي جدا، اهلاوي جدا سوري. زيه يعني الاثنين زي بعض يعني. ماشي. ده هم صغيرين جدا وده زملكاوي جدا من هم صغيرين. ماشي انت فاهمني. فاحمد حسام كان باين ان هو صغير اللي هو هيعمل حاجه. كان طوله فارق، كان كورته حلوه، كان قوي، كان كل حاجه كان باين عليه اللي هو هيبقى كويس جدا. ما فكرتش انت في الاحتراف قبل كده؟ جالي وانا في منتخب الناشئين في بلجيكا وما رحتش. ليه؟ مش في دماغك؟ لا كنت صغير كان ساعتها. لا انت مش في دماغك. انا عامه ما كانش في دماغي منتخبات الناشئين خالص. انا كان اهم حاجه بالنسبه لي الفريق الاول، لاني لعبت وانا 16 سنه في الفريق الاول. كان ده بيتعارض مع منتخبات الناشئين. منتخبات الناشئين. فكنت تملي بالمنتخبات. كنت بضحي بالمنتخبات. والله واروح الفريق الاول المصري. الفريق لاني مكاني لاني لو كسلت في مكاني في النادي المصري مش هلعب. ناس كبار ولاعيبه كبيره. هتلعب في المنتخب ده ناشئين في الاول وفي الاخر. ياما الناس لعبت في منتخبات الناشئين. انت هتفضل تلعب بقى في المنتخب. لعبت لغايه الاولمبي. وكنت بعمل ساعتها لو كابتن شوقي غريب كنت بعمل معاه مشاكل كتير، لاني مش عايز، ما كنتش عايز المنتخبات ساعتها. بتعمل مشاكل مع كابتن شوقي غريب عشان مش عايز تلعب في المنتخب؟ كنت بالنسبه لي النادي المصري غريبه قوي دي يا كابتن عمرو. والله بجد كل اللي حضرني هيعرف اللي انا كنت بتكلم عليه. كل اللي حضرني في منتخب الناشئين. ايوه بس يعني فكره انك تلعب. انا لعبت في الفريق الاول، ده حاجه كبيره جدا في النادي المصري 16 سنه. انا أيوة عايز احافظ على مكاني. منتخب مصر. بس عايز احافظ على مكاني بالنسبه لي. انت لو في منتخب مصر موجود ولاعيب كان في ماتشات بتتعارض مع كده ترجع تلعب تاني في النادي المصري. ماشي بس كان في ماتشات الدوري بتتعارض، لان مش هيوقفوا لك عشان منتخب ناشئين. فكانت ماتشات الدوري بتتعارض مع البتاع، بس انا كنت بفضل منتخب الفريق الاول النادي المصري اللي اروحه. راجع نفسك، ده تصريح مش في حقك. حلو ده. لا والله بجد. انا مش كنت بفضل نفسك. لا 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 انا بالنسبه لي منتخبات الناشئين دي ياما لعيبه لعبت في منتخبات الناشئين بعد كده ما كملتش. ياما كان بالنسبه لي الفريق الاول هو اللي انا هكمل فيه. طب خليني اسالك طيب في جزئيه مهمه، انت مفاجئني بالاجابات بتاعتك النهارده بصراحه يعني. طب خليني اسالك طيب في جزئيه بقى ليها علاقه بالزمالك. انت ما اشتغلتش في نادي الزمالك خالص؟ لا اصل انا مقيم في بورسعيد، اقامت دايما في بورسعيد. لو انا في الزمالك، لو انا كنت في القاهره كنت رحت اشتغلت عادي في نادي الزمالك. ما تعرضش عليك في وقت في اي لا وقت؟ لا اصل انا في بورسعيد مقيم في بورسعيد يعني. فايه اللي هيجيبك اللي هيجيبني القاهره؟ ده انت اصلا قلت لا عايز تحترف ولا عايز. وانت فتره من الفترات كنت تروح النادي الاهلي فعلا؟ لا كان وانا في 17 سنه كنت في منتخب الشباب. وكان انت كنت في منتخب الشباب ودي غلطه يعني. انت كنت في المنتخب ودي غلطه. انا رحت كل المنتخبات دي كانت غلطات يعني. لا كان كابتن شوقي غريب كان بيحبني، وكابتن ابراهيم يوسف كان بيجيبوني على طول. وانت مش بتحب تروح؟ لا ما كنتش احب اروح. ماشي. والله وانا 17 سنه محمد شيحه كان ساعتها الوكيل بتاعي، فقال لي الاهلي كان عايزك، بس المصري كان ممنوع ساعتها حد يمشي وهو صغير كده. يروح لا اهلي ولا زمالك، ممنوع. 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 كان الحاج سامي متولي الله يرحمه بقى ساعتها موجود. وانت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا زملكاوي طبعا. زملكاوي عشان لعبت في الزمالك؟ لا بص انا عامه يعني هو في تصريح انا ما بشجعش عامه الاهلي خالص، حتى لو هو في افريقيا ما بشجعوش. ما بتشجعش الاهلي؟ ما بشجعش النادي الاهلي عامه. يعني مش من الحاجه المحببه اللي انا اشجعه في اي ماتش. ليه تشجع الزمالك؟ اشجع الزمالك عادي. ومين تاني زي المصري؟ والمصري. والاسماعيلي؟ لا الاسماعيلي ليه موقف معاه مش ظريف. ايه هو؟ كنت ساعتها انا مشجع للنادي المصري. ماشي. كنا رايحين ساعتها نهائي كاس مصر بين المصري والمقاولين في استاد القاهره، والمصري اخذ الكاس. واحنا راجعين وفرحانين وكده اتلقى علينا من جمهور الاسماعيلي طوب. كنا هنموت، كنت هموت ساعتها فعلا بجد. والجمهور حتى الجمهور بتاع مصر مش هينسى الموقف ده خلاص طوب. بقى ينسى بقى خلاص. مش عايزين الحاجات ديت بقى. هبقى احكي لك موقف ساعتها حصلت بسبب الحاجات دي. بسبب النادي الاسماعيلي هحكيه لك. قول. كان ساعتها الاسماعيلي اهم حاجه احنا مش عايزين ناجج مشاعر الناس لا 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 لا. انا هقول لك. كان ساعتها عندنا ماتش الاسماعيلي والمصري، اخر ماتش في الدوري، والاسماعيلي يكسبه وياخد الدوري. ماشي. كان المدرب بتاعنا كان ساعتها الكابتن انور سلامه. ماشي. ده في المصري كان ساعتها الاسماعيلي بينافس الاهلي لو تفتكر. ماشي. فاكر الدوري اللي هو بتاع 4-4 و4-3 الاسماعيلي والزمالك؟ فاكر الدوري ده؟ فاكر. اللي هو الاهلي كان فارق بونتين بس، اتعادل مع المحله وفرق بونتين بس، والاسماعيلي لازم يكسبنا عشان ياخد الدوري. ده خلينا الكابتن انور سلامه قال لنا بصراحه انا متعاطف مع النادي، كان كله متعاطف مع النادي الاسماعيلي. فانا قال لنا مين متعاطف مع النادي الاسماعيلي؟ انا متعاطف مع النادي الاسماعيلي. فالكابتن الفرقه ابراهيم مصر قال له يا كابتن انا متعاطف مع النادي الاسماعيلي. قال له ماشي. واللي بعديه انا متعاطف مع النادي الاسماعيلي. ماشي. كل اللي كان متعاطف مع النادي الاسماعيلي طلعوه بره التشكيل. كلم جد. والله كابتن انور سلامه اهلاوي كبير يعني. عمل لكم فخ. عمل فخ. هو جه عليا قلت له بص انا مش فاكر، انا مش ناسي الموقف اللي هو بتاع
فمش عايز الاسماعيلي رغم ان الاسماعيلي كان ساعتها ماسكه الكابتن محسن صالح اول واحد لعبني كوره بس انا قلت له انا مش عايزه ياخد الدوري وراح مخرج كل اللي قالوا احنا متعاطفين مع النادي الاسماعيلي خرجه رغم ان جمهور بورسعيد قاعد مع جمهور الاسماعيليه في نفس البتاع بيحتفلوا عايزين الاسماعيلي يكسب يعني جمهور بورسعيد عايز الاسماعيلي يكسب قاعد معاهم فعملت احتفالات والاحتفالات قبل الماتش كبيره اللي خلاص الاسماعيلي هياخد الدوري هيفرحوا مع بعض يفرحوا مع دخلنا الماتش اول دقيقه جون الاسماعيلي ماشي كنت ساعتها لاعب بلعب على عبد الحميد بسيوني كابتن عبد الحميد بسيوني وراح جايب في الجول لا مش هو اللي جاي ده كان عماد النحاس جاب الجول الاولاني ماشي فثلاثه عبد الحميد بسيوني بيقول لي ايه جون كمان بقى ونقعد نلعب لورا نقعد نلعب له فقلت له طب ماشي مش عارف عمال اسيسه وتكر احنا حاطين جون التعادل قال لي ايه ده قلت له لا مفيش بس احنا عشان الماتش بس ما يبانش اللي فيه حاجه عمال اهديه واحنا جايين متحمسين جدا ان احنا نضيع الدوري على الاسماعيلي فعلا والله مش تضيعه بقى الدوري تلعبه بشرف تقصد بشرف وجه الجون الثاني عمرو فهيم لو تفتكر برجله الشمال كده في البعيده في فين حط الجون الثاني فالشوط الاول خلص 2-1 للاسماعيلي الشوط الثاني رحنا متعادلين ايهاب جلال راح متعادل المصري 2-2 فثلاثه عبد الحميد بيقول لي ايه ده انت بتنيمني ولا ايه قلت له كابتن احنا بنلعب بشرف ومش عارف ايه الماتش ده انا اتطردت فيه محمد صلاح ابو جريشه رايح انفراد هو الجون رحت قص وطالع اخر خمس دقايق الله 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 خلص كام الماتش ده 3-2 لاخر دقيقه الاسماعيلي حط جون حط جون عمرو فهيم وفاز باللقب بقى ساعتها وكسر الاتوبيس بتاعنا كسر الاتوبيس الجمهور الاسماعيلي بقى ساعتها ماشي نروح لفصل ونرجع على السبورة ده انا خايف تصدق تؤمن بالله انا اول مره بخاف من السبورة ليه والله انا اللي خايف صريح والله انا اللي خايف اقول لك صريح يعني ربنا يستر نروح لفصل صح لسه مستمرين مع حضراتكم في حوارنا مع الكابتن عمرو الصفتي ووصلنا لفقره السبوره صدق تؤمن بالله انا اول مره ابقى خايف على ضيف من فقره السبوره لا لا ما تقلقش انت طيب جدا الصراحه راحه خلاص وعلى فطرتك فلو انت جاوبت اجابه مش يعني انا حسيت انها يعني هتبقى صعبه هعدلها لك ماشي بصراحه يعني اوبشن جديد ماشي ماشي يلا بينا استر يا رب عبد الواحد السيد اعتذر لي ولأسرتي بعد ان ضربني في مباراة القمة نعم ام لا نعم نعم طلبت بالغاء عقدي مع الزمالك عقب مباراة 3-3 لكن ابراهيم حسن منعني نعم انور سلامه كان يتمنى فوز الاهلي بالدوري على الاسماعيلي في 2001 اللي انا حكيته نعم الواقعه اللي انت حكيتها مجلس 2011 في الزمالك سبب ضياع الدوري في هذا الموسم نعم طبعا ده كان ايه اللي حصل فاكر ناديك يناديك وما فيش فلوس والحاجات هو كانت الفتره دي اللي حصل ويسفرنا كتير في الدول العربيه عشان نجيب فلوس للنادي فكان سبب رئيسي كمان كان سبب رئيسي اللي بعده تعمدت ضرب بركات في احد مباريات القمه لعدم مصافحتي نعم ايه اللي حصل مفيش انا البركات تملي بينزل الماتش بيهرج وبيضحك انا ببقى مكشر تبقى مكشر فقال حاجه كده وما انا ما ضحكتش ما كشرت فهو انا بسلم عليه قال حاجه ايه يعني في يعني ما عجبكش مكشر. لا لا مكشر ولا عجبك كنت برضه لا 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 مكشر مركز في الماتش وانا بسلم كده ثلاثه وما مدش ايده اصلا عليا ويسلم الله رحت مستني له كوره كده على الخط وطويله عليه سنه بالكوره بكل حاجه بتروح مطلعها شلته بالكوره هو بص لي قوي ساعتها ما هو بركات ما بيعملش حاجه هو يعني لا انا بحبه جدا عامه على المستوى الشخصي انا بحبه جدا بركات بتضربه وتحبه بحب عامه انا بحبه في نفس الوقت ماشي اللي بعده اخطات في الاشتباك مع متعب واعتذرت له في احد المباريات نعم ده كان عماد متعب كان بيشاور للجمهور ساعتها مع السلامه فانا افتكرتها اشاره تانية فاتخانقنا مع بعض بس انا لما عرفت اللي هو كان بيشاور عادي فاعتذرت له انا مستغرب ما بين شخصيتك في الملعب وبين شخصيتك اللي انا شايفها هنا انت طيب جدا هادي
ويعني وعلى سجيتك وعلى فطرتك غير لما الواحد بيشوف في الملعب شرس شويه يعني. لا انا بره غير الملعب فعلا. صح كده؟ صح. اللي بعده، جمهور الزمالك وجه لي السباب في المران وشجعني في المباريات. نعم، كان حاجه غريبه، كان هتلاقي جمهور كده يجينا للتمرين يشتمني، بس في الماتشات هتلاقيهم بيشجعوني وبيعذروني وكل حاجه. اللي بعده، بتصنف نفسك من افضل المدافعين في مصر في اخر 20 سنه؟ نعم ام لا؟ لا مش في 20 سنه يعني. 20 سنه كتير قوي. ماشي. لا يعني ممكن في الفتره اللي انا لعبت فيها في الزمالك وانا وكمان وانا في مصر لو تعملهم، انا كنت ساعتها من الافضل طبعا. يعني في اخر كام سنه مثلا؟ يعني ممكن ساعتها يعني ممكن 10 سنين. في اخر 10 سنين. ماشي. وانا بلعب يعني. ماشي. اللي بعده، اعترضت على مفاوضات الزمالك مع مدافعين جدد خلال تواجدك بالفريق؟ لا ابدا. لا 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 لا. رحلت عن الزمالك بسبب توتر علاقتي مع الجماهير؟ نعم. تعرضت للضرب في احد المقاهي بسبب تشجيعي للترجي امام الاهلي؟ كنت يعني كاده يعني. كاده؟ ايه بقى؟ كان ساعتها الكافيه كله، كنت ساعتها ماسك المصري 2001 في في الناشئين، كنا ساعتها من لاعب الزمالك 2001 في الدوري في الميت عقبه، تعادلنا وطلعنا على كافيه عشان نتفرج على الماتش النهائي. مين بقى انتوا الفرقه بقى كلها؟ لا الفرقه روحت وانا واصحابي بقى رحنا عشان نتفرج على الماتش. رحتوا على الكافيه فين بقى؟ في ميت عقبه؟ في مدينه نصر. في مدينه نصر. فالاحمر كله احمر. ده ماتش الاهلي والترجي ده قريب اللي هو بتاع 3-0. بتاع 3-0. ماشي. بعد الجون الثاني حاجه تلقائيه رحت قايم مسقف وكله هس ساعتها. هوبا بقى. وعرفوا كمان ان احنا من بورسعيد، الدنيا وعرفوا ان انت عمرو صفتي ولا ما كانوا عارفوا؟ خلاص عرفوا. ساعتها فمسكوا. خلاص بقى كنا نتضرب، بس كان ساعتها مدير المكان ظبط الموضوع يعني. اللي بعده، الزمالك تعرض للظلم في قضيه نادي القرن؟ نعم ام لا؟ جدا جدا. الزمالك هو نادي القرن من وجهه نظرك؟ انا بالنسبه لي انا هو نادي القرن الحقيقي. 9 بطولات اكتر من 7. ماشي. انا مش عارف الحسابات كانت ازاي يعني، بس 9 بطولات اكتر من 7 من النادي القرن. الحسابات هي اسمها بطل القرن بطل القرن يعني. بطل القرن ده بيبقى بطل. بيبقى بطل، مش وصيف او تالت او رابع، بطل اكتر بطولات يعني. ماشي. اللي بعده، المدرب الاجنبي افضل للزمالك من المدرب الحالي؟ من المدرب المحلي؟ محلي اسف. نعم نعم نعم. عشان الضغوط بس. لم اعمل في الزمالك بعد الاعتزال بسبب ضعف علاقتك في النادي ولا عشان المسافه؟ لا انا عامه شخصيا انطوائيه شويه يعني، انا علاقتي بيهم كويسه جدا، بس اللي انا ما اتصلش بحد او كده، انطوائيه شويه. اللي بعده، اهم لاعب في الزمالك حاليا من وجهه نظرك مين؟ فرجاني ساسي ولا اشرف بن شرقي ولا طارق حامد؟ بن شرقي. بن شرقي. افضل مدرب اتعاملت معاه مين؟ انور سلامه ولا حسام حسن ولا مدرب اخر؟ الكابتن حسام حسن والكابتن انور سلامه. الاثنين. الاثنين. ماشي. مدرب ما كنتش بتحب تتعامل معاه، تسوبل ولا دي كاستال ولا مدرب اخر؟ تسوبل. واحنا في الجونه تسوبل. وانت كان شخصيه غير المثال اللي كانت في الاهلي، كانت شخصيه غريبه كده. ليه بقى؟ غريب كان تمارينه غريبه، وكان جاي يقضي وقت او جاي كانه يعني رحله. يعني ايه تمرينه غريب يعني؟ كان يعني مش ده المدرب الكبير اللي كان ماسك النادي الاهلي، مش دي تدريبات ولا دي ولا ده كلامه ولا اي حاجه. يعني ايه برضو يعني؟ يعني مش يعني في، انا عديت على مدربين كتير جدا. تدريبه يعني من وجهه نظرك عادي؟ كان جاي حصه العاب يعني. لا كان جاي رحله من الاخر. رحله جاب بسط يعني. بس ماشي. اللي بعده، انا بس بفهم منك يعني، طب اقوى مهاجم انت واجهته مين؟ انت قلت لي سيد عبد النعيم. سيد عبد النعيم. ماشي. لو ما كنتش لعيب كوره كنت تبقى ايه؟ لعيب كره يد ولا سله ولا طايره؟ يد. اشمعنى؟ لعبتها في الاول. والله؟ والله. امتى ده؟ وانا في ال 12 سنه. فين؟ حاولت اروح العب في بورسعيد. وما كملتش ليه؟ الكرة خدتني، لان الكرة انا بحب الكرة رقم واحد، بس لعبت يد ولعبت هوكي، لعبت كذا لعبه والله. اتفسحت شويه حلوين. شويه حلوين. وفي الاخر رسيت على الكوره. كوره. ماشي. كنت راس حربه في الاول كمان. راس حرب؟ في اليد؟ لا راس حربه في القدم. في الاول اول ما دخلت النادي المصري 11 سنه. كنت ساعتها راس حربه. ماشي.
اللي بعده. أفضل مهاجم حاليا في الزمالك مين؟ محمود علاء. محمود علاء. محمود علاء. محمود علاء. ده آخر سؤال خلاص. أفضل مدافع في مصر هو محمود علاء من وجهة نظر. يا كابتن عمر أنت شرفتني ونورتني وأنا سعيد جدا أن أنا شفتك بعد الفترة دي كلها. أنت كنت غايب عن الساحة الإعلامية وبتمنى لك كل توفيق. أنت من الضيوف المحترمين جدا اللي شرفوني وأنا حاسس أن أنت على فترتك ما تغيرتش. لا, يعني لا 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 طول عمري هفضل كده وممكن تفضل كده على طول. بس خليك صريح. أنا صريح بزيادة بس شوية. خليك حريص شوية لأنه صراحتك دي مش مشكلة. ما عنديش اللي أنا حسابات اللي أنا حد يزعل مني على فترتي صراحتي. بشكرك شكرا جزيلا. انت شرفتنا ونورتنا يا كابتن عمرو. الله يخليك. الله يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبشكر فريق العمل بالكامل. نشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي يوم السبت. صباح الف خير. سلام عليكم.